الحقيقة الشياطين الحمر مولعينها بالمعنى الحرفي للكلمة. للأسف نهاوند هتكون أسبوع ده يعني أجازة، فخلوني أنا بقى بعد إذن حضراتكم أنا اللي أستهل معاكم حلقتنا النهاردة وأقول لكم صباح النصر وأزود عليه صباح السعادة وصباح الفخر وصباح العزة وصباح كل حاجة حلوة الحقيقة كلنا يعني سعداء بيها بعد الإنجاز كمان الكبير اللي حققه في النادي الأخري في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية. عندنا كلام كتير جدا، والنهاردة في حلقتنا دي هنقف مع حضراتكم عند كل التفاصيل المتعلقة بالأرقام اللي النادي الأهلي حققها. هنسرد لحضراتكم الأرقام دي وهنفصصها وهنحللها وهنعمل كل حضراتكم يعني كل حاجة حضراتكم عايزينها، والحقيقة في حالة سعادة غامرة وإن كانت بين قوسين منقوصة إلى حد ما، لأن الحقيقة فرصتنا كانت عظيمة في النسخة دي من كأس العالم للأندية إن احنا نشوف لاعبتنا بيلعبوا في ماتش النهائي في المنافسة على المركز الأول والثاني، المنافسة على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية. والحقيقة اللي احنا شفناه في مشوار النادي الأهلي في النسخة دي تحديدا ولا سيما لقاء الأهلي مع اتحاد جدة والشوط الأول من النادي الأهلي ولقائه مع فلومينينسي البرازيلي كان كافي ان احنا نرفع سقف الطموح وسقف التوقعات ونشوف ان احنا وصولنا للمباراه النهائيه ده هيكون عن جداره وعن استحقاق. لكن هنرجع ونقول كان اداء مشرف، قدر الله ما شاء فعل، النادي الاهلي بيحصل على الميداليه البرونزيه للمره الثالثه في اخر اربع نسخ والمره الرابعه على الاطلاق في مشواره في هذه البطوله المونديالية. هنتكلم مع حضراتكم كل هذه التفاصيل، بس خلوني الاول اعرفكم ان احنا في حلقتنا النهارده كالعاده هيكون عندنا في الساعه الثانيه يعني فقرتين حواريتين. الفقره الاولى انا سعيد بيها جدا لان انا كمان من ضمن المشاهدات اللي لافته للانظار واللي من حضراتكم بينزل منطقه وسط البلد بصفه مستمره او بيتمشى على كورنيش النيل في منطقه ميدان التحرير اكيد خد باله ان في شباب وبنات كتير لابسين اللي هي الباتيناجات بتاعتهم الباتيناج ويعني مقضينها في كل منطقة وسط البلد بشكل لافت للأنظار، ولاد وبنات ومحجبات وأعمار سنية مختلفة. فعايزين نتكلم في الفقرة الحوارية الأولى النهاردة عن رياضة الانزلاق أو السكيتنج، وإن شاء الله نتكلم عنها باستفاضة. الفقرة الثانية بقى هيكون فيها حديث كروي مطول مع الناقد الرياضي الأستاذ عبد المنعم فهمي، وبطبيعة الحال عندنا دردشة مطولة معاه عن مشوار النادي الأهلي في النسخة الأخيرة من المونديال. لكن بداية كلام، لما نقول ان افريقيا في المونديال عنوانها هو النادي الاهلي لا احنا بنبالغ ولا بنافور ولا اي حاجه من الحاجات دي، دي حقيقه لا تقبل الجدل يا حضرات. ارقام عظيمه بيحققها النادي الاهلي على مدار مشاركاته في مونديال العالم للانديه، وطبعا اخرها كان في النسخه الاخيره اللي انتهت يوم الجمعه اللي فاتت بعد ما حصل النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه عشان يسجل إنجاز كبير يتفوق من خلاله على أندية عريقة جدا في العالم خلال مشاركتها المونديالية. تعالوا نبص كده ونحلل أرقام النادي الأهلي، هنلاقي أن أول حاجة أنه وصل للدور نصف النهائي في المونديال ست مرات، سنة 2006 في اليابان، بعدها 2012 و2020 في قطر، بعدها 2021 في الإمارات و22 في المغرب، وأخيرا 2023 في السعودية. حقق النادي الأهلي المركز الرابع في أربع مناسبات، أولها في 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، بعدها في 2020 على حساب بالميراس البرازيلي، كان ماتش قوي جدا في ضربات جزاء مع نهاية المباراة وانتهت لصالحنا، ثم النسخة اللي بعدها في 2021 وكان وقتها على حساب الهلال السعودي. وأكيد برضو حضراتكم مش ناسين الفوز العريض والغالي اللي حققه النادي الأهلي يوميها بفوزه بنتيجة 4-0، وأخيرا وليس آخرا إن شاء الله أول امبارح طبعا على حساب بطل آسيا أوروا الياباني بالفوز عليه بنتيجة 4-2. كمان من الأرقام المميزة جدا للنادي الأهلي خلال مشاركاته المونديالية نقدر نقول الآتي: أحرز لعيبة النادي الأهلي 31 هدف، تصدر القائمة محمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف، يليه فلافيو وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم وعلي معلول، كل واحد منهم سجل 3 أهداف. برضو من ضمن الأمور الإيجابية جدا أن النادي الأهلي جه في المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفا على منصات التتويج في كأس العالم للأندية. ده بين كم نادي يا حضرات؟ من بين 42 نادي صعدوا كلهم لمنصات التتويج بالميداليات المختلفة في نسخ مختلفة من هذه البطولة. طبعا الصدارة تبقى لريال مدريد برصيد 5 ميداليات وكلها ميداليات ذهبية بطبيعة الحال. بيجي في المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منهم 3 ذهب و1 فضة، ويليهم النادي الأهلي ب4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونخ الألماني برصيد 2 ميداليات ذهبيتين، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية،
لكل واحد فيهم. وطبعا دي أبرز الأندية اللي حصدت عدد كبير من الميداليات خلال مشاركتها في كأس العالم للأندية. ليه بقى بقول لحضراتكم أن إفريقيا في مونديال الأندية عنوانها الأساسي والرئيسي هو النادي الأهلي؟ لأنه على مدار مشاركات إفريقيا بالكامل هنلاقي أن النادي الأهلي هو الأكثر تواجدا في كل حاجة تقريبا، سواء عدد المشاركات، عدد مرات الوصول للدور نصف النهائي، عدد مرات الحصول على ميداليات أو تحقيق المكسب أو تسجيل الأهداف. يعني باستثناء إنجاز لازم برضو نقف عنده ونذكره الحقيقة، تأهل مازيمبي للمباراة النهائية في نسخة 2010، وقتها لعب قدام إنتر ميلان، ثم تأهل الرجاء المغربي في نسخة 2013 أمام بايرن ميونخ. كل مشاركات أندية إفريقيا باستثناء الاثنين دول انتهت عند حدود الجولة الأولى في هذه المسابقة. ما فيش فريق إفريقي لعب نصف نهائي المونديال باستثناء الثنائي اللي قلت لحضراتكم عليه طبعا، مازيمبي والرجاء. فيما عدا ذلك فالنادي الأهلي فقط لا غير هو الفريق الإفريقي الأكثر تواجدا في الدور نصف النهائي. وبالمناسبة أضاف النادي الأهلي كمان 4 نقاط لرصيده في تصنيف الأندية الإفريقية، طبعا بعد ما حقق الفوز في مباراتين في كأس العالم للأندية على حساب طبعا اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني، عشان يواصل تصدره لتصنيف الأندية الإفريقية عبر تاريخ بطولات إفريقيا للأندية على كل الأصعدة وكل المستويات، وأيضا تصنيف يعني القرن 21. شيء فاخر حقيقي بالمعنى الحرفي. جه 8 لعيبة من النادي الأهلي في قائمة بتضم 26 لاعب على مستوى العالم سجلوا أهداف في نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية. الصدارة في هذه القائمة لكريم بنزيمة وحسين الشحات، أحرز كل واحد منهم في 4 نسخ مختلفة من هذه البطولة. بعديهم بيجي كريستيانو رونالدو وجارث بيل وليونيل ميسي وسالم الدوسري بالمناسبة، ومعهم بيرسي تاو، أحرز كل واحد منهم على حدة في 3 نسخ مختلفة من هذه البطولة. وفي 20 لاعب يعني أحرز كل منهم في نسختين من هذه البطولة، منهم بالمناسبة محمد أبو تريكة وفلافيو أمادو وعماد متعب وأحمد عبد القادر وعلي معلول وياسر إبراهيم، كل دول من النادي الأهلي. يعني كل واحد منهم أحرز في نسختين مختلفتين من هذه البطولة المونديالية الكبرى. وبمناسبة بقى الكلام عن اللي سجلوا أهداف، بعد أهداف ياسر إبراهيم وعلي معلول في آخر نسخة تساوى هذا الثنائي مع الإسباني الشهير راموس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف لكل واحد فيهم. ياسر إبراهيم سجل هدفين في مرمى الهلال السعودي سنة 2021، وهدف في مرمى أوراوا الياباني في نسخة البطولة الأخيرة 2023، وسجل علي معلول هدف في مرمى ريال مدريد في نسخة كأس العالم للأندية 2022، وسجل هدفين في آخر نسخة. وحاجة عظمة عظمة عظمة. تعالوا بقى نروح نشوف يعني احتفالات اللاعبين واللقاءات اللي اتعملت مع اللعيبه من خلال هذا التقرير، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. بشكر اللعيبه الحمد لله على الفوز والاداء، و يعني الحمد لله احنا راضيين بالمركز الثالث. احنا كنا جايين نلعب على اول او ثاني، بس الحمد لله قدرنا نحقق ميداليه. حابب اشكر اللعيبه الرجاله طبعا واحد واحد، من اصغر واحد لاكبر واحد، بصراحه ما فيش حد دخل علينا بنقطه عرق واحده. الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا، واللعيبه اللي بره طبعا برضو بصراحه ما حدش فيهم اثر في اي حاجه. والحمد لله بشكر الجمهور طبعا والجهاز الفني واحد واحد، والحمد لله. حاسس بيه بعد ما كسبنا اول ميداليه قدسيه؟ لا الحمد لله في كاس العالم. لا الحمد لله شعور طبعا، الواحد مش مهما يتكلم طبعا مش هيقدر يوصف اللي هو فيه. النادي الاهلي دايما بنلعب على بطولات. النادي الاهلي معروف في العالم كله. حابب اشكر اللعيبه تاني وثالث مره. احنا يمكن ما فيش حد اثر في البطوله. والحمد لله، وان شاء الله قدامنا بطوله تانية باذن الله نركز فيها ان شاء الله. تقول للجمهور النادي الاهلي؟ لا بشكرهم طبعا على الدعم ده للعيبه كلها طبعا معانا من اول البطوله. الحمد لله انا بقول لهم طبعا نفرح النهارده ان شاء الله، وان شاء الله نركز في البطوله الجايه باذن الله. الحمد لله طبعا يعني مكسب مهم جدا، اللعيبه كلها كانت مركزه ان احنا يعني الحمد لله نرجع بميداليه، ما يبقاش زي السنه اللي فاتت. يعني احنا عملنا اللي علينا
لعبنا قدام فرق كبيرة، بس الحمد لله يعني اللعيبة دي أثبتت إن هي تقدر ليها تلعب قدام أي فرقة. الحمد لله ربنا كرمنا بمجهود اللعيبة ومجهودنا ومجهود الجهاز الفني والتعليمات وكل حاجة. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا إن احنا نرجع بميدالية، يعني الحمد لله. قليل قوي إن هتلاقي جيل زي ده بصراحة، يعني جيل ما بيشبعش، جيل عايز كل سنة. يعني الحمد لله احنا السنة اللي فاتت خدنا 5 بطولات، بنوصل كاس عالم، بقى عندنا طموح ان احنا نلعب على اي فريق، حتى لو الفريق ده فريق بيلعب في اوروبا، بيلعب في اي قارة. يعني شايف ان كواليتي اللعيبة اللي موجود الحمد لله دلوقتي يعني يقدر يلعب قدام اي حد، يعني الحمد لله. يعني نفسنا طبعا نوصل للنهائي، وكان في ايدينا وضيعنا فرص كتير، لو كانت اي فرصة من الفرص دي جت كان يعني شكل الماتش كان هيختلف تماما، بس الحمد لله يعني ده نصيب بتاع ربنا، ما كانش فيه شوية توفيق. احنا يعني بتشتغل وبتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا والنتيجة بتاعت ربنا يعني في الاول وفي الاخر. يعني ما فيش نصيب ان احنا نوصل نهائي، فاكيد ربنا شايل الحاجة احسن يعني. فاحنا الحمد لله راضين طبعا، مركز الثالث عالم الحمد لله يعني. ما فيش حاجة ولا موضوع ولا حاجة يعني. هو الاجواء بتبقى حلوة بصراحة، يعني اجواء كاس العالم بتبقى اجواء جميلة، بتخلي اي لعيب يطلع اي حاجة عنده. الملاعب، التنظيم، كل حاجة كويسة في كاس العالم بصراحة، يعني انا من البطولات المحببة ليا يعني. وكمان بتقدر تلعب كره حلوه، بتلعب قدام فرق كبيره، بتخليك تحس ان انت فعلا لعيب كره محترف، بتلعب بشكل كويس، بتأدي احسن اداء، عايش كره قدم بس، ما بتعملش اي حاجه تاني. فمن احسن البطولات اللي انا بحبها يعني بصراحه. جمهور بيشجع 90 دقيقه وصوتهم عالي، اللعيبه كلها سامعه صوت الجماهير، واحنا في الماتش بيديك حافز وبيديك كده، بيزقونا ان احنا نعمل حاجه كويسه بصراحه. جمهور الاهلي حاجه جميله يعني بصراحه، يعني بجد يعني نفسي ان دايما تفضل الملاعب في مصر بقى بنفس الجمهور ده ونفس الناس، ونسمع تشجيعهم دايما، وهم دايما بصراحه ورانا في كل حته. بس انا نفسي الماتشات في مصر تبقى كلها متقفله بالجماهير، ما تبقاش عدد معين يعني، بس ان شاء الله قريب يعني. حاجه نفتخر بها ونفرح انه نكون حتى ولو جزء بسيط من النادي الاهلي. لكن مش علي معلول، انا نشكر كل اللاعبين اللي موجودين اللي مدين الدعم الكامل والحب الكامل ان يكون موجود وسطهم. الحمد لله نشكرهم برشا على الاجواء اللي كانت موجوده من طيله المعسكر هذا. ان شاء الله ديما يكون علي معلول عند حسن الظن. ان شاء الله حضرنا للمقابله في اجواء باهيه، عملنا شوط اول ممتاز، لكن دخلنا شويه في الاستسهال بعد الهدف الثاني اللي خلانا نقبل هدف في اخر الشوط الاول. بدايه الشوط الثاني ما كانتش ممتازه، لكن الحمد لله شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي كانت موجوده اليوم، وقعدنا للاخر دقيقه من المقابله مركزين وقدرنا نسجلوا 4 اهداف. الحمد لله على الاهداف اللي تسجلت اليوم. لكن مش علي معلول اللقاء برك، فما لاعبين النادي الاهلي كلهم قاده وكلهم لاعبين كبار وكلهم عندهم شخصيه اللي تخليهم يكونوا موجودين في نادي كبير كما نادي الاهلي. نشكرهم على الاداء وعلى الروح اللي كانت موجوده، والف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مره اخرى. جمهور النادي الاهلي عودنا في كل مسابقه عالميه او افريقيه يكون موجود باعداد كبيره، ويكون هو السند للاعبين، هو اللاعب رقم واحد. هذا اللي تعودنا عليه من جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نكونوا فرحناهم. وان شاء الله قدامنا طول الوقت، ان شاء الله باش نحضروا السوبر المصري، ان شاء الله نتوجوا به باش نكملوا ان شاء الله السنه هذه على خير ان شاء الله. طبعا جمهور عظيم، ما شفتش زيه في حياتي ولا عمري هشوف زيه تاني. طبعا احنا كنا بنتمنى ان احنا نحقق اول عشان نرضيكم، بس حاولنا على قد ما نقدر، والحمد لله ربنا كرمنا بثالث برونزيه، وان شاء الله خير في البطولات الجايه ونرجع بالسوبر ان شاء الله القاهره. علي معلول طبعا انا بتعلم منه دايما، وبحبه بره كوره وجوه كوره، وده شخص بالنسبه لي عز عليا جدا، ومن اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي. طبعا بحب اشكره، وربنا يخليه دايما. بالنسبه لي هو احسن باك ليفت في افريقيا، فان شاء الله جاي خير ان شاء الله. طبعا نجمنا المصري العالمي محمد صلاح وفخر العرب، ومفيش خلاف على هذه التفصيله، وما اعتقدش كمان ان هيكون في اي خلاف لما نقول ان النادي الاهلي هو الاخر، فخر العرب وفخر افريقيا،
وخدوا مني اللي جاي دي بقى كمان، بل وفخر اسيا لو اخذنا في الاعتبار الفوز الغالي اللي حققه النادي الاهلي في نسخه سابقه من المونديال على الهلال السعودي، واللي عمله في النسخه الاخيره وفوزه المستحق على اتحاد جده السعودي وعلى اوراوا الياباني. يبقى احنا بنتكلم ونقول ان النادي الاهلي وفخر العرب وفخر افريقيا وفخر اسيا، احنا هنا مش بنبالغ باي حال من الاحوال. حلقه النهارده هتلاقوا فيها كلمه مبروك متقاله كتير، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي طول عمره ساند وداعم وطول عمره بيشكل دافع وحافز كبير ورئيسي للعيبه النادي الاهلي. الجمهور اللي في كتير جدا من الاحيان بيبقى له القول الفصل انجاز التعبير، بيبقى زئير يعني المدرجات اللي فيها جمهور النادي الاهلي كفيل بانه يحرك الحجر مش يحرك بني ادمين ولا لعيبه كوره. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لنجوم النادي الاهلي ولجهازه الفني، مبروك لمستر مارسيل كولر، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. وطبعا كما هي عاده النادي الاهلي بنقفل دايما اي صفحه على طول، واحنا بيني وبينكم المره دي مضطرين ان احنا نقفل يعني الصفحه المبهجه والسعيده دي عشان ندخل بقى في مرحله جديده قبل نهايه السنه. قلنا لحضراتكم ومن اول الموسم بيقول ان احنا هيكون عندنا اكتر من تحدي، يعني هنروح بعيد ليه؟ احنا بعد بكره على طول هندخل في منافسات كاس سوبر الابطال اللي هيكون بكره ان شاء الله على طول، كاس سوبر الابطال اللي هيتلعب في دوله الامارات العربيه الشقيقه بمشاركه مصريه رباعيه بتضم النادي الاهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا. اول مباراه لينا ان شاء الله غدا الاثنين هتجمع بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وبطبيعه الحال هنتابع مع حضراتكم طبعا هذا اللقاء بكل تاكيد. تعالوا بقى دلوقتي نروح ونسمع ونشوف مع حضراتكم ايه هي رسائل جماهير النادي الاهلي للعيبة النادي الأهلي من خلال التقرير ده، اتفضل. والله أنا بحب أوجه رسالة أولا للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على الدعم اللامحدود للعيبة، والصراحة وجود الكابتن محمود الخطيب فرق جدا 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 مع اللعيبة وأسهم بطريقة جميلة جدا في تحفيز اللعيبة وإعطائهم جرعة معنوية مرتفعة جدا جدا جدا، فأنا بشكر مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب. أولا بوجه لهم الشكر على المجهود اللي عملوه، والدورة دي كانت مضغوطة عليهم جامد جدا، وكتر خيرهم إنهم رجالة، وفعلا دي رجالة النادي الأهلي اللي بتشرف النادي الأهلي في أي بطولة. وإحنا يعني أرضي لك إن إحنا ما لعبناش على النهائي. أول رسالة أقول لهم أبارك لهم طبعا على البرونزية، لو كان الواحد كان بيعشي من هو يبقى التاني، لكن هم الظروف والحكم مش اللعيبة، الحكم من ضمن الناس اللي ساعدوا الأهلي ما يطلعش الدور النهائي، لكن إحنا نحمد ربنا ولعبتنا كويسة ومهاريين بس هي الموضوع الإجهاد هم مجهدين ماتش ورا ماتش وسفر من هنا وهنا، أنا أعذرهم. كل الشكر للمجهود اللي بذلوه وكل الشكر للإدارة اللي وفرت لهم كل أسباب النجاح. الحمد لله أبناء الأهلي كلهم دايما أبطال وما بيخذلناش في المواعيد الكبيرة. البطولة فيها شوية سوء إداري شوية من الإدارة المنظمة، إحنا بنخش مجهدين جدا وبيخش بطل أوروبا أو بطل أمريكا اللاتينية مرتاح جدا، إحنا بذلنا مجهود كويس والحمد لله إن إحنا حافظنا على المركز بتاعنا المنسوب للأهلي دايما. إن شاء الله البرونزية تفضل جاهزة كده، وفي البطولة الجاية ناخد البرونزية أيضا إن شاء الله بإذن الله. بقول لهم ألف مليون مبروك إن أنتوا كسبتوا البطولة ديت وأديتوا أداء مشرف جدا جدا. اي نعم احنا طول عمرنا طماعين، كنا حاسين البطوله دي سهله بالنسبه لكم قوي ان انتوا توصلوا النهائي وممكن كمان تجيبوا يعني تعملوا نتيجه كويسه مع مانشستر سيتي، بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله باذن الله البطولات الجايه زي ما بنقول لحضراتكم احنا كده طماعين، عايزين ان شاء الله البطوله اللي جايه باذن الله بالسكواد الهايل اللي موجود في النادي ومدرب عظيم زي كولر، ان شاء الله باذن الله المسابقه اللي جايه ناخد مركز اول ونفرح العالم العربي كله مش مصري بس بالبطوله دي. بحب اشكرهم طبعا على ان هم ما خيبوش ظننا فيهم طبعا، لان احنا واجهنا طبعا يعني فرق بابطال قارات، يعني فريق امبارح اللي هو بتاع اوراوا ريدز ده طبعا كان كسب الهلال السعودي، فاز عليه ذهاب واياب تقريبا في النهائي بتاع اسيا، فريق مرعب يعني، فريق احنا ان احنا نكسبه 4 دي حاجه كبيره جدا. وطبعا الفريق بتاع الاتحاد السعودي طبعا فريق كبير جدا، اسامي زي كانتي وكريم بنزيما ورومارينيو، طبعا يعني حاجه انا مبسوط الصراحه ان احنا عملنا الاداء العظيم ده، و من احسن لاحسن ان شاء الله، يعني النسخ القادمه طبعا بتاعه كاس العالم للانديه هتكون اصعب،
بس الاهلي طبعا معودنا ان هو يظهر بمظهر كويس في البطوله دي. طبعا كما هي عاده المصريين بشكل عام وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه، فكره خفه الدم وسرعه رد الفعل وسرعه البديهه، انا بقول لحضراتكم اليومين اللي فاتوا الانترنت غرقان كميات وافره من الكليبات اللي معموله على موسيقى رومانسيه حالمه وفيها لقطات كتير بتجمع ما بين حكمه اللقاء الاخير للنادي الاهلي وبين محمد الشناوي، وفي تعليقات مش قادر اقول لحضراتكم يعني خفه الدم واصله بيهم لفين، وناس كتير قوي وقفت عند يعني الجزء الاخير من اللقاء لقطه معينه ساعه لما كان محمد الشناوي في شيء من تضييع الوقت بقى راحت له وودت الانذار لرامي ربيعه حدوته. بصوا في فئه كده من جمهور النادي الاهلي اللي هم عفاريت الانترنت، خفه دم غير طبيعيه وسرعه رد فعل غير طبيعيه، فدي عاده المصريين بشكل عام على فكره، دي حاجه من طول عمرها بتميز مصر والمصريين. تعالوا بقى قبل ما نكمل كلامنا عن مشاركه النادي الاهلي في النسخه الاخيره من المونديال، تعالوا نقف شويه عند حاله الطقس وناخد فكره كده من خلال التقرير ده عن درجات الحراره وصلت لكام النهارده في كل المحافظات المصريه، ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مزيد من التفاصيل حول حاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه انا معايا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. اهلا بيك استاذ كريم واهلا بكل الساده المشاهدين. طبعا وبشكل ملحوظ احنا دخلنا خلاص في الاجواء الشتويه، بس هل درجات الحراره متوقع ان تنخفض الايام القليله القادمه؟ هل متوقع سقوط امطار؟ يعني حاله الطقس هتكون عامله ازاي الايام اللي جايه ان شاء الله دكتوره منار؟ احنا بالفعل بدانا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير خلال الايام الماضيه تحديدا، وده كان بسبب وجود نشاط الرياح. دايما احنا عارفين ان نشاط الرياح بيخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل. دايما نشاط الرياح بيحسسنا بالبروده وانخفاض قيم درجات الحراره، وزي ما في درجه حراره محسوسه دايما بنحسها في الصيف وبنقول نتيجه وجود نسب رطوبه بنحس بدرجات حراره محسوسه اعلى، الشتاء كمان بيكون في درجات حراره محسوسه بتبقى درجات الحراره اقل من المعلنه نتيجه طبعا وجود نشاط رياح او كمان الكتل الهوائيه لو نسب الرطوبه فيها منخفضه، ده يخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل. لكن مع النهارده بدات سرعات الرياح تهدا بشكل كبير، احنا كلنا حسينا بالتحسن اول ما صحينا من النوم ان سرعات الرياح اقل، فبالتالي هنحس ان في تحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير. الجو استقر في معظم محافظات الجمهوريه، هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فده هيؤدي لان احنا نحس بالدفء وارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره مش انخفاض. العظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم 22 درجه مئويه، وحتى نهايه الاسبوع هتكون ما بين 22 23 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء الشتويه الدافيه المستقره تماما خلال فتره النهار ده هيكون موجود معانا على مدار هذا الاسبوع. اللي هيستمر معانا فيه الانخفاض هي قيم درجات الحراره فترات الليل، فترات الليل هتظل قيم درجات الحراره منخفضه، صغرى فتره الليل بتتراوح ما بين 13 الى 14 على القاهره الكبرى، المدن الجديده والاماكن المفتوحه، الاماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بقيم درجات حراره اقل من 13 درجه مئويه، فاجواء بارده الى شديده البروده خلال فتره الليل وخاصه في فترات الفجر وفتره الصباح الباكر في اغلب محافظات الجمهوريه. وطالما قلنا استقرار في الاحوال الجويه يبقى الشبوره المائيه رجعت تاني في الظهور فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه واللي ممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن، يعني غدا الاثنين ان شاء الله متوقع ان الشبوره المائيه ممكن تكون كثيفه على بعض الطرق، شبوره مائيه كثيفه يعني مزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، وبتتلاشى طبعا مع سطوع اشعه الشمس. بالنسبه لفرص سقوط الامطار يمكن لحد يوم الاربعاء اللي جاي هتستمر الامطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، يعني السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري فرص الامطار فيهم هتكون خفيفه خفيفه ومتوسطه، لكن احنا متوقعين مع يوم الخميس تحديدا ان كميات الامطار ممكن تتقدم للمناطق الداخليه، كميات الامطار تزيد عن الخفيفه المتوسطه نتيجه وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومع يوم الجمعه ثاني الاستقرار في الاحوال الجويه، يعني بصفه عامه مش هنلاقي انخفاض كبير في قيم درجات الحراره فتره النهار، هيكون فقط فترات الليل، وفرص الامطار مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. هننصح بس المواطنين ان احنا خلاص احنا قلنا في الشتاء ملابس شتويه على مدار اليوم كله، وتكون ملابس شتويه ثقيله فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر، وطبعا القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه. جميل. اخر كام سنه دكتوره منار وحضرتك طبعا يعني سيد العارفين، نتيجة التغير الملحوظ اللي حصل في المناخ فبقينا نحضر ونشوف ونشهد أجواء قاسية صيفا وشتاء،
فهل هذا الامر مستمر معانا؟ يعني هل متوقع يبقى في اي مثلا اجواء استثنائيه في الشتاء ده؟ بالنسبه لدرجات الحراره من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه، لا يعني يمكن احنا درجات الحراره او شتاء هذا العام هيبقى اقرب بالشبه في درجات الحراره لشتاء عام العام الماضي، مش هيكون في يعني درجات حراره قياسيه او اختلافات كبيره في قيم درجات الحراره، لكن ممكن في بعض الظواهر الجويه يعني ممكن في معدل الامطار بعض الظواهر اللي ممكن بتاثر علينا في فصل الشتاء نشوفها اكثر عنفا واكثر تطرفا طبعا بسبب التغيرات المناخيه واللي انضاف عليهم السنه دي تاثرنا بظاهره النينيو. ظاهره النينيو ده من ضمن الانماط المناخيه اللي لما بتحصل في السنه بيحصل ان في ارتفاع في متوسط درجه الحراره العالمي لسطح الكره الارضيه. ارتفاع درجات الحراره ده بيؤدي لمزيد من التغيرات المناخيه، بيقوي حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بيخليها اكثر عنفا. طب. وده في كل دول العالم من ضمنهم كمان جمهوريه مصر العربيه. ربنا يعني يسترها علينا كلنا ويصلح الحال ان شاء الله. انا شاكر لحضرتك جزيل الشكر دكتوره منار غانم على مشاركتك معانا في حلقتنا النهارده، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب هنطلع اول فاصل في حلقتنا النهارده، ونصيحتي لكل مشاهد من حضراتكم على حده، لو حد سالك وقال لك انت مين قول له انا الاهلي. دايما بنشوف مع حضراتكم في اللقطه الجويه الجميله دي النادي الاهلي من الخارج، تعالوا بقى ندخل جوه النادي الاهلي وتحديدا مقره الرئيسي في الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه ساره حامد اللي هتعرفنا وتعرف اكيد كل حضراتكم اخر الاخبار واخر المستجدات. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، طبعا بصبح عليك واكيد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم كل الامور طبعا والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خلينا نبتدي طبعا معاك باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني بالتاكيد لفريق النادي الاهلي. يمكن خلينا قبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا يعني صوتي لصوتك، وطبعا ابارك لك بالتاكيد يا كريم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك طبعا حصول النادي الاهلي على برونزيه مونديال للانديه او طبعا بطوله كاس العالم للانديه اللي كانت مقامه في السعوديه، طبعا بعد الاداء يعني اللي شفناه في المباراه الاخيره امام اوراوا الياباني. يمكن طبعا المباراه اللي كانت يعني لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الأندية، يمكن شفنا طبعا أداء يعني قوي وأداء متميز من جميع لاعبي النادي الأهلي، 4 أهداف مقابل هدفين لصالح النادي الأهلي. يمكن طبعا شفنا المباراة ولا أروع، وكمان يعني حصول النادي الأهلي على برونزية كأس العالم يمكن زي ما أنت قلت يعني شرف كبير جدا. النادي الأهلي هو فخر مصر وأفريقيا والوطن العربي، النادي الأهلي يعني كتب تاريخ جديد بالتأكيد إنجاز جديد في تاريخه للمرة الرابعة يعني بالنسبة للنادي الأهلي في تاريخه الحصول على برونزية كأس العالم، فطبعا انجاز كبير جدا حققوه رجال النادي الاهلي. ويمكن كمان خليني اقول لك كنت متواجده انا طبعا يعني في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، كنت متواجده في جميع المباريات، تغطيه لجميع المباريات من جميع فروع النادي الاهلي سواء طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع الشيخ زايد وفرع مدينه النصر. يمكن خليني اقول لك يا كريم كنت متواجده في الاربع او في الثلاث فروع دول، يعني خليني اقول لك ان الاجواء كانت استثنائيه طبعا، يعني الفرجه او مشاهده المباريات النادي الاهلي من داخل فروع النادي الاهلي بتبقى مختلفه جدا، الاجواء بتبقى استثنائيه، كمان الفرحه بتبقى مختلفه. يمكن كنت موجوده في كل الفروع، كان في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين، ويمكن الكل كان بيكون متواجد قبل المباراه بساعات، يمكن مثلا بحوالي 3 أو 4 ساعات بيكون جميع النادي الاهلي متواجدين، يعني بالاخص كمان لما كانت مباراه اتحاد جده والنادي الاهلي وكمان مباراه الاهلي واوراوا الياباني. يمكن المباراتين دول كانوا يعني كانوا يوم الجمعه، فيمكن كمان الناس يعني بعد صلاه الجمعه كل يوم جمعه كانوا بيكونوا متواجدين بعد الصلاه منتظرين مباراه النادي الاهلي لحد بالليل، الكل بيبقى قاعد قدام الشاشات منتظر المباراه، فالكل كان فرحان، اجواء كانت يعني اكثر من رائعه يا كريم. كمان يمكن الفرحه يعني الاخيره بالفوز او الحصول على برونزيه كاس العالم، يمكن خليني اقول لك ان كان في حاله من التفاؤل عند يعني اعضاء النادي الاهلي، كان الكل واثق انه ان شاء الله رجال النادي الاهلي هيكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه اللي موجوده عند جماهير النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يعني طبعا يمكن يعني الفرصه كانت موجوده يعني الوصول لنهائي المونديال
كانت الفرصه كبيره جدا بنسبه كبيره، ولكن يعني طبعا كان في حاله من الحزن موجوده عند الاعضاء، ولكن برده كان في حاله من التفاؤل وحاله من الفخر طبعا عندهم لوصول النادي الاهلي او الحصول على برونزيه كاس العالم. خليني بقى اروح طبعا معاك لاخبار فريق النادي الاهلي، ويمكن امبارح يعني الفريق غادر السعوديه للامارات، ووصل طبعا الامارات او ابو ظبي في الامارات بالسلامه طبعا استعدادا للبطوله القادمه والتحدي طبعا اللي جاي، يمكن بدون راحه من بطوله كاس العالم للانديه لبطوله كاس السوبر المصري. النادي الاهلي يعني على طول بيشارك في بطوله جديده، طبعا النادي الاهلي حصل على بطوله كاس السوبر 13 مره في تاريخه، وطبعا يعني في انتظار تحقيقه للقب للمره ال 14 في تاريخه. النادي الاهلي امبارح يعني او بعثه فريق النادي الاهلي طبعا بصحبه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد كمان المهندس خالد مرتجي امين الصندوق ورئيس البعثه كان ايضا متواجد. الكل وصل امبارح بالسلامه، والنهارده ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته في تمام الساعة 5 مساء في أبو ظبي استعدادا طبعا لأول لقاءاته أو أول مبارياته في بطولة كأس السوبر المصري. أول مباراة إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي هتكون أمام سيراميكا كيلوباترا، وهتقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت أبو ظبي. وطبعا المباراة اللي هتقام على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي في دولة طبعا الإمارات الشقيقة كده. بالنسبة لفريق كرة القدم، ممكن كمان خليني أقول للسادة المشاهدين إنه بطولة السوبر المصري بتقام بنظامها الجديد، مشاركة أربع فرق. يمكن طبعا بنشوف بطولة كأس السوبر بتقام ما بين فرقتين، المرة دي هتكون ما بين أربع فرق. النادي الأهلي هيشارك في البطولة يعني ان هو طبعا بطل الدوري، وكمان سيراميكا كيلوباترا بطل بطولة كأس الرابطة، وأيضا نادي بيراميدز وهو وصيف الدوري وكأس مصر، وأيضا نادي فيوتشر صاحب المركز الثالث. يمكن دي الأربع فرق إن شاء الله اللي هتشارك في بطولة السوبر المصري، وبالتأكيد زي ما قلت إن بكرة إن شاء الله تبقى أول لقاءات لنادي الأهلي. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى، وأبتدي معاك بأخبار يعني الفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة مستر أوغستي بوش المدير الفني الأسباني لفريقه لنادي الأهلي. ويمكن طبعا بعد حصول النادي الاهلي على بطوله المرتبط يا كريم، حاليا هم في راحه من يعني جميع البطولات والمباريات، ولكن لسه بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. النهارده الفريق هيكون راحه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن حاليا في فتره توقف لمدة شهر بالنسبة لفريق كرة السلة طبعا بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية، واللي هتقام من يوم 26 ديسمبر يوم الثلاثاء لحد يوم 3 يناير. وطبعا البطولة دي اللي مقامة في مصر، وهتكون كل المباريات على استاد القاهرة. منتخبنا الوطني طبعا بيشارك في البطولة وهو في المجموعة الثانية مع دولة الإمارات ودولة الكويت تونس والمغرب، وإن شاء الله أول لقاءات منتخبنا الوطني هتكون أمام الإمارات يوم الثلاث، طبعا ده في يوم الافتتاح لبطولة العربية لكرة السلة. ويمكن طبعا يعني نجوم النادي الأهلي من فريق النادي الأهلي هيكونوا مشاركين في المنتخب أو مع المنتخب، زي طبعا إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، وعمر زهران، وايضا كريم حاتم. هم دول لعيبه النادي الاهلي هيكونوا مع المنتخب، وان شاء الله يعني بعد التوقف الدولي يا كريم الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته او مبارياته باذن الله في بطوله دوري السوبر لكره السله، وهيبتدي طبعا بالدور التمهيدي. وان شاء الله الدور التمهيدي يعني هيكون تقريبا في شهر واحد، وطبعا ده بعد ما يعني ياكد على النادي الاهلي الاتحاد المصري لكره السله ويبعت خطاب طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب في شهر يناير في الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة. ده بالنسبة لرجال السلة. كمان سيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، عشان عندهم يوم الثلاث أول المباريات في الدور التمهيدي لبطولة السوبر أو دوري السوبر لكرة السلة. إن شاء الله يمكن دور التمهيدي هيقام بنظام The Best of Three، ثلاث مباريات النادي الأهلي يكسب منهم مباريتين من أصل ثلاث مباريات عشان يضمن طبعا التأهل للدور اللي بعد كده. إن شاء الله نادي الأهلي هيواجه نادي الطيران يوم الثلاث ويوم السبت، وكمان الساعة 6، وأول مباراة هتقام على صالة الشهداء بمقر النادي، وتاني مباراة هتقام على الصالة الخاصة بنادي الطيران. كمان فريق كرة اليد سيدات وتحت قيادة كابتن محمد عادل زولا كان عندهم مباراتين يا كريم امبارح وأول امبارح مع نادي سبورتنج وسموحة، وفاز النادي الأهلي في المباراتين، وطبعا دول المباراتين في الدور الثاني من بطولة الدوري العمومي
كره اليد سيدات. يمكن طبعا اول مباراه مع سموحه خلصت بنتيجه 31-22 لصالح النادي الاهلي، وسبورتنج كانت بنتيجه 25-21 ايضا لصالح النادي الاهلي. المباراتين كانوا هنا على طبعا الصاله اللي ورايا، صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. والنهارده ان شاء الله الفريق بدون راحه هيواصل تدريباته الساعه 4 داخل مقر النادي، عشان بعد كده يعني يوم الاثنين هيسافروا او هيتمرنوا، بعد كده هيسافروا ان شاء الله لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي ايضا سموحه. يمكن بيواجهوا سموحه مرتين في نفس الاسبوع، نادي سموحه في الدور ال 16 من بطوله كاس مصر لكره اليد. فان شاء الله المباراه دي هتكون يوم الثلاث وهتقام على صاله نادي سموحه. كمان خليني اقول لك انه برضو في توقف دولي بالنسبه لفريق كره اليد رجال، في توقف دولي بسبب مشاركه ايضا منتخبنا الوطني لكره اليد في بطوله امم افريقيا، وطبعا برضو المقامه في مصر على استاد القاهره. ولكن البطوله ان شاء الله تبتدي في شهر يناير يا كريم، بعد مباراه او بعد مباريات يعني او بطوله البطوله العربيه لكره السله، بعديها على طول هيبقى في كاس الامم الافريقيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني لكره اليد، ومشارك برضو العديد من النجوم الى نادي الاهلي. فهيكون في توقف دولي بالنسبه لنادي الاهلي، وان شاء الله هيرجع يعني لمبارياته ولجميع مواجهاته في بطوله الدوري العمومي لكره اليد في شهر 2، وان شاء الله هتكون في شهر 2 هتكون البدايه او الدور الثاني بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه فريق كره الطايره رجال كان عندهم امبارح مباراه مع نادي دلفي، وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن خليني اقول لك كده ان النادي الاهلي كان عنده 10 مباريات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري، اول 5 مباريات كان الدور الاول والتاني 5 مباريات طبعا كان الدور الثاني، وبالعلامه الكامله النادي الاهلي فاز في ال10 مباريات في كل المباريات في الدور التمهيدي. ان شاء الله من المنتظر انه في اول شهر يناير القادم يوم 6 يناير هتكون اول مباريات النادي الاهلي، بعد طبعا الترتيب اللي هيتم بالنسبه لجميع الفرق، وطبعا ده بناء على النقاط اللي هم حصلوا عليها في جميع المباريات. فان شاء الله يعني الاتحاد المصري لكره الطايره هيحدد ايه هي اول مواجهه بالنسبه للنادي الاهلي بعد الدور التمهيدي في بطوله الدوري، ودي هيكون ان شاء الله اول شهر يناير. فحاليا الفريق هيكون في راحه لمده 3 ايام، وبعد كده هيرجعوا للتدريبات الجماعيه. وكمان فريق الطايره سيدات كان عندهم مباراه مع نادي الشمس، كانت مفترض انها تلعب بكره ولكن تم تاجيلها بسبب مشاركه منتخبنا الوطني للكره الشاطئيه في تصفيات النهائيه لاولمبياد باريس 2024. وان شاء الله الفريق يعني هيرجع تاني وهيلعب مع نادي الشمس اول شهر يناير، ولكن الفريق حاليا بيواصل تدريباته بشكل طبيعي لحد ما هيواجه نادي الشمس في اول شهر يناير القادم. يمكن طبعا دي كانت كل اخبارنا يا كريم المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا ببارك لك تاني بعد حصول لعيبه النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم، ومنتظرين طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا تاني الاسبوع ده بحصوله على بطوله كاس السوبر المصري للمره ال 14 في تاريخ النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. ده اللي احنا مستنيينه من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. والله يبارك فيكي، ميرسي جدا، ربنا يخليكي يا سلا، وتحياتي وجزيل شكر ليكي على هذه التغطيه الوافيه كالمعتاد. طبعا لما بنتكلم على مونديال العالم، بنتكلم على كاس العالم للانديه، فاحنا بنتكلم على يعني حدث جلل بالمعنى الحرفي للكلمه، وبطبيعه الحال عادي جدا ومنطقي جدا انه يكون محط انظار كل الصحف وكل المواقع الرياضيه حول العالم، واللي اغلبها اذا ما كانش كلها اكيد وقف عند فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه في النسخه الاخيره. تعالوا نقف كده وقفه سريعه ونبص بصه على صحافه العالم الرياضيه كتبت وقالت ايه بعد انجاز النادي الاهلي وحصوله على الميداليه البرونزيه الرابعه. بداية كده وكالة رويترز البريطانية قالت فاز الأهلي على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 4-2 ليحتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية. طبعا كان من المنطقي جدا ومن البديهي جدا ومن المتوقع جدا أن كل الصحف الرياضية في جنوب إفريقيا بصفة خاصة تركز مع بيرسي تاو وتتابع أداؤه مع النادي الأهلي في النسخة الأخيرة، وقد كان والكلام ده حصل بحذافيره. كتبت طبعا يعني صحف جنوب أفريقيا عن مشاركة بيرسي تاو وقالت أنه ساهم في تألق النادي الأهلي أمام أوراوا ليحصل بالتالي على برونزية كأس العالم للأندية،
واكثر من صحيفه كمان اشادت باداء بيرسي تاو من بدايه البطوله، ومن ضمنهم كمان صحيفة البيان الإماراتية اللي كتبت تحت عنوان الأهلي المصري يتوج بالبرونزية الرابعة في كأس العالم للأندية، ووضحت أن بطل مصر وأفريقيا حصد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه وللمرة الثالثة في آخر أربع نسخ من هذه البطولة. كمان قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية كولر يهدي البرونزية العالمية للجماهير الأهلوية، وقالت كده نصا: بعد وقفتها التاريخية مع ناديها في مونديال الأندية بجدة، أهدى السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية التي توج بها الفريق بعد الفوز على أوراوا الياباني، أهداها إلى جماهير الفريق. وقال كولر في تصريحات بعد هذا التتويج: علاقتي المميزة مع الجماهير أمر يسعدني، أحاول دائما أن أسعدهم، نحاول أن ننتزع لحظات السعادة من الحياة. وعنونت صحيفة الرياضية السعودية هذا الحدث بعنوان برونز المونديال، مصر تعادل المكسيك الرابعة، باتت كرة القدم المصرية الأكثر نيلا لبرونز كأس العالم للأندية بالتساوي مع نظيرتها المكسيكية، بعدما تغلب النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث من النسخة العشرين من هذه البطولة. طبعا حاجة عظيمة جدا جدا جدا. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل ده نتعرف من خلال هذا الفيديو جراف على أفضل 8 هدافين في أوروبا، وبعدها نطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل ضيوفنا في أولى فقراتنا الحوارية. خليكم معنا. عودة لعشرة صحبة الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. أولى فقراتنا الحوارية هنتكلم فيها عن رياضة الانزلاق أو السكيت، وكنت بقول لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة بنشوف في الفترة الأخيرة وبوفرة في كل الشوارع المصرية ولا سيما في منطقة وسط البلد، وعايز أعرف إيه سر المنطقة دي بصفة خاصة. بنشوف دايما كتير من الشباب والشابات وحتى الرجال والسيدات بالباتيناج بتاعهم وعاملين يعني حاجة عظمة على عظمة. الحقيقة الرياضة دي طول عمرها كانت موجودة في مصر، بس في أوقات اختفت فيها شوية ورجعت في الفترة الأخيرة ورجعت بقوة كمان. تعالوا بقى نتكلم أكتر عن هذه الرياضة وعن تفاصيلها وعن قوانينها مع كابتن محمد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للانزلاق للهواة. يا صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا كابتن كريم. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم الحمد. إيه سر منطقة وسط البلد وكورنيش التحرير، كورنيش النيل بالتحرير بالذات؟ هو حضرتك أنا من وجهة نظر أنا برضو الشخصية إن المنطقة دي في شبكة طرق دلوقتي في مصر، شبكة طرق جميلة جدا ممهدة، الطرق كلها ممهدة. منطقة وسط البلد فيها طرق كتير ممهدة جدا، وبجانب ان اغلبية الشباب اللي بيمارسوا اللعبة دي بيبقوا دايما من وسط البلد، لاما من الزمالك من مهندسين، فبيمارسوا دايما المنطقة دي بتاعتهم يعني. بجانب ان المنطقة دي من زمان جدا سنة 1940 تقريبا كانت بداية انتشار اللعبة كانت في منطقة الزمالك، يعني اغلبية الاجانب والمصريين القدامى كانوا بيحبوا يمارسوا اللعبة دي كهواية يعني. طبعا ابتدت سنة 1958 يتشهر لها اتحاد، واول لعبه اتلعبت في الاتحاد كانت لعبه الهوكي، هوكي الانزلاق. اوكي. هوكي الانزلاق دي عباره عن فرقتين، خمس لعيبه قصاد خمس لعيبه، اربعه وجون، ولعبه على فكره جميله جدا، وكانت اول لعبه في الاتحاد فيها منافسه جامده جدا، عصايا والكوره وازاي يجيب جون في المنافس، ولعبه حماسيه جدا. اكيد. طبعا. بعد كده ظهرت لعبة السبيد اللي هي السرعة. لعبة السرعة دي هي لعبة عدو، بس عدو بالباتيناج. اوكي. خط بداية وخط نهاية وزمن ومسافة بيقدر سباق بالمعنى المتعارف عليه. بالظبط. عندنا مسافات لحد 15,000، وفي ماراثون بيوصل لحد 45 كيلو. اوكي. أنا عايز أقف مع حضرتك عند تفصيلتين. أولا فيما يتعلق بالاتحاد، أنا وأنا بذكر التايتل بتاع حضرتك بالاتحاد ذكرت في اخره ان هو الاتحاد المصري للهواه. هو الاتحاد مش غريبه دي ولا انا فاهم غلط ولا؟ لا حضرتك فاهم صح، الاتحاد المصري للانزلاق للهواه. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول ان اللعبه دي في بدايتها خالص من قبل ما يتم اشهار الاتحاد كانت لعبه هواه. ناس اوكي، بس مش المفروض مع اشهار الاتحاد يتحول الامر انه يكون اتحاد للمحترفين؟ حافظنا على الاسم علشان هو الاسم لسه زي ما هو، يمكن في المستقبل زي ما حضرتك بتقول نبتدي نغير الاسم، بس احنا الاسم العربي ثابت، الاسم الانجليش اتحول بقى ايجيبت سكيت. أوكي. بقى زي الاتحاد الدولي. بس يا فندم الشباب والشابات اللي انا بشوفهم في منطقه وسط البلد بالباتيناج والسكيت بتاعهم،
انا ما اعرفش هم بينتموا للاتحاد ولا لا، يعني قد يكون مثلا منهم من لا ينتمي اصلا للاتحاد، لكن انا بشوف كل اشكال الاحترافيه بيعملوا اكروبات يا فندم في الشوارع. يعني كل اشكال الحركات حتى البهلوانيه بيعملوها. فايه ده؟ هو اللعبه دي فيها يعني بتطلع طاقه الشباب. انا شايف يعني من وجهه نظري ان طاقه الشباب واحساسهم بالحريه، ان انت تحس ان انت يعني الباتيناج، حذاء الباتيناج هو جزء لا يتجزا من جسمك. أيوة. فانت تعتبر ما فيش حاجه منعك ان انت تجري وتطير وتنط وبتاع. فاحساس الحريه والانطلاق دي موجوده دايما حتى في شباب المصريين. في منهم يا فندم لو في عربيه مثلا ربع نقل تلاقي واحد منهم انا مش حابب طبعا طبعا ده جزء خطير في الموضوع. بس يعني هو فعلا انتشرت وانتشر بشكل كبير قوي في الفتره دي. وزي ما انا قلت لك انطلاق، احساس بالانطلاق والحريه. انت ممكن تجري على سرعه 60 كيلو بالباتيناج. احساس الطاقه اللي بتطلع من الشباب، الطرق اللي بتساعد، الطرق بصراحه شبكه الطرق كويسه جدا، الطرق كلها ممهده مسفلته، فبتساعد الشباب على اللعب يعني. طب احنا ليه معتمدين على وجود شبكه طرق مميزه عشان الشباب يمارسوها؟ طب ما فيش اماكن تانية ممكن تبقى اكثر امنا بالنسبه لهم؟ لان برضو مهما كان الامر ما يخلاش من وجود مطب هنا، حفره هنا. مظبوط مظبوط كلام حضرتك مظبوط. احنا كاتحاد طبعا احنا على قد الامكانيات المتاحه بنقدر ان احنا نوفر ملعب. يعني مثلا احنا حاليا بنعمل بطولاتنا لا اما في استاد القاهره في الصاله بتاعه الدرجات، لا اما في ملاعب تكون ملعب كره قدم يكون متسفلت. في ملعبين في مصر بنلعب عليهم، ملعب نادي العبور وملعب نادي ايروسبورت، ملعبين مسافلتين، الملعب كره قدم عادي بس حواليه متسفلت. هو ده اللي بنعمل عليه بطولاتنا طول السنه. احنا بنعمل حوالي لا يقل عن 15 بطوله في السنه، منهم السرعه ومنهم الهوكي. الهوكي احنا عندنا في كذا نادي ملاعب هوكي 20 في 40، الملعب مش محتاج الا بلاط 20 متر في 40 ومتكون متبلط وحوالي سور عشان تقدر ان انت تمارس فيه لعبه الهوكي. طب ده احنا بنقول ان في الفتره الاخيره في مصر طفره فيما يتعلق بالبنيه التحتيه الرياضيه، يعني البنيه التحتيه الرياضيه، فمن باب اولى يبقى في مضمار، لان انا بيتهيألي ان انتم متطلباتكم في الحاله دي مش كتير. ليه ما يكونش في مكان مخصص للفعاليات، للتدريبات، للمعسكرات، للمسابقات المختلفه؟ والله يا فندم احنا بنخاطب الوزاره، ويعني معالي الوزير مش بيتاخر علينا في حاجه. احنا محتاجين فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا محتاجين تراك 200 متر نقدر ان احنا حتى ندعو الاتحاد الدولي ان يجي يعمل بطوله عالم عندنا. احنا محتاجين فعلا التراك ده، واحنا بنسعى وبنتعامل، وربنا يسهل من خلال قناه حضرتك يجي اي سبونسر يقدر ان هو يدعم الاتحاد. جميل. هل في خطه معينه انتم شغالين عليها تشمل فكره الوصول للموهوبين اللي موجودين في المدارس مثلا في محافظات مصر المختلفه، في الكليات، في المعاهد؟ يعني في تعاون بين وزاره الشباب والرياضه وبين حضراتكم في الاتحاد وبين وزاره التربيه والتعليم او الجهات المعنيه اللي ممكن تدخل في اطار الاتفاق ده لو اتعمل؟ هو في خطه بس هي ماشيه ببطء شويه. يعني احنا حاليا ابتدينا نتواصل مع وزاره الشباب والرياضه، قطاع الرياضه، ان احنا نعلن في 7 محافظات، هنعمل مشروع في 7 محافظات طبعا في مراكز الشباب اللي تابعه للوزاره، ان احنا نقدر ان احنا نعمل معسكرات جوه مراكز الشباب، نوفر لهم مكان 20 في 40 ممهد انه يلعب فيه، كنوع من بدايه ان احنا نطلع الموهوبين من خلالهم. احنا في الفتره الاخيره قبل بطوله افريقيا للفريستايل، الفريستايل دي لعبه جديده ما دخلتش لسه جوه الانديه بشكل كامل، ابتدينا ان احنا نعلن للموهوبين اللي في الشارع زي ما حضرتك شفتهم ان احنا نعمل لهم اختبار، وجبنا حد من بره. هتلاقوا فيهم نجوم في الفريستايل فعلا. احنا طلعنا منهم منتخب، والمنتخب حصل على المركز الثالث، ودي حاجه يعني اول مره تشارك في بطوله رسميه افريقيه في مصر بموهوبين اللعب الحر. انا عايز اقول عليه اللاعب الحر اللي لا ينتمي لنادي، بيتدرب بنفسه، هو اللي بيدرب نفسه بنفسه، وقدرنا ان احنا نحصل على المركز الثالث. فما بالك لو الناس دي اتدربت بقى كما ينبغي هيحصل ايه؟ والله يا فندم هو كل اللاعبين في مصر بيعتمدوا على نفسهم في التدريب. نتمنى ان احنا نوصل للاحترافيه زي ما حضرتك بتقول، وان شاء الله ان شاء الله احنا حققنا حاجات كويسه في الفتره اللي فاتت على قدر الامكانيات المتاحه بصراحه. عندي حاجه كده يعني خطرتي على بال، مش عارف ايه امكانيه تنفيذها
او جدواها بالنسبه لكم، واعتقد هي مجديه في نهايه المطاف، فكره اللي يبقى في تعاون ما بينكم وبين وزاره السياحه تحديدا لعرض واستعراض الجمال اللي موجود في مصر من خلال كاميرا مثبته على خوذه حد من اللعيبه دول مثلا لابسها، او حد بيصوره وهو بيطير بالسكيت بتاعه في مكان خلاب من الاماكن الخلابه الكثيره اللي موجوده في مصر، نستعرض جمال بلدنا من خلالهم، وفي نفس الوقت وبشكل غير مباشر نبقى القينا ولو شيء من الضوء على هذه الرياضه وعلى ممارسيها في البلد. عظيم. حضرتك انا برضو من خلال القناه احنا بنعلن عن يوم 12/1 في بطوله عالميه في الاقصر تحت مظلة هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة. هي أصلا البطولة دي سنوية بتتعمل كل سنة للجري وعلى هامش البطولة طلبوا مننا أن احنا نجيب لهم فريق أو ندعو لفريق يدخل سكيت مع الجري، وهتبقى أول بطولة، وأتمنى إن شاء الله أنها تنجح، وهتبقى دي فعلا الباب اللي هيوصلنا باذن الله للي حضرتك بتقوله، التعاون بشكل مباشر مع جهات السياحه ان شاء الله لنشر اللعبه، لان عندنا اصلا في العالم كله هم عايزين يجوا يعملوا ماراثون عندنا عند الهرم، وده ان شاء الله خطه باذن الله ننفذها في القريب العاجل ان شاء الله. طيب متطلبات اللي لازم تبقى متوفره في اي بني ادم عشان يصلح لممارسه هذه الرياضه؟ والله ما فيش اي متطلبات غير حاجه واحده بس، يعمل كشف طبي ان هو لائق طبيا انه يجري ويكون أكيد الوزن برضه دي عامل ولا ايه؟ والله يا فندم ابدا، يعني هو لو يقدر يتوازن ويقدر يبقى متزن على السكيت بتاعه وبيحب اللعبه هيقدر ان هو يأدي فيها. طبعا يعني اكيد هو لما يحس ان هو ابتدى يمارس اللعبه هو من نفسه بينزل جسمه للمستوى المطلوب، ممكن يبقى حافز لوحده طبعا. بالظبط بالظبط بالظبط. اوكي، اخر بطولات تم تنظيمها في مصر او اللاعبين الموهوبين المصريين شاركوا فيها بره مصر كانت ايه؟ في بطوله في شهر 10/22 شاركنا في بطوله العالم للسرعه. يعني كانت فين يا فندم؟ كانت في ايطاليا. اوكي، وان شاء الله السنه دي برضو في بطوله عالم في ايطاليا. بطوله العالم في ايطاليا احنا حققنا مركز 11، ودي حاجه يعني احنا 45 دوله بيشاركوا في فعشان نوصل للمركز ال 11 من بعد ما كنا في واللي شاركوا مين بقى؟ ناس بيمارسوا الرياضه دي بشكل نظامي تابعين للاتحاد ولا موهوبي الشوارع انجاز التعبير؟ منتخب رسمي. منتخب رسمي. منتخب رسمي. أوكي. منتخب مصر طالع بيمثل مصر. كابتن شهد حققت المركز ال 11، وفي كابتن فريده حققت مركز ال 15 في ال 15 كيلو، واول مره ان احنا نحقق مركز في المسافات الطويله. جميل. احنا وحضرتك بتتكلم احنا شايفين صور على الشاشه، اعتقد ان فيها كمان اللي هو الهوكي اللي اتكلمت عنه شويه. ده الهوكي، احنا حصلنا على المركز الثاني وتاهلنا لبطوله العالم في ان شاء الله في شهر 10 الجاي. ده المنتخب بتاعك؟ ده منتخب مصر. اوكي. منتخب مصر العمومي و19 سنه، وحصلنا على المركز الثاني في العمومي وميداليه. وشايف ثلاث كؤوس كده ما شاء الله منورين قدام. حصلنا المركز. احنا الحمد لله رب العالمين عملنا انجاز في الفتره القصيره الاخيره، انجاز يعني ان شاء الله غير مسبوق. طب حضرتك شايف يعني مستقبل الرياضه دي في مصر عامل ازاي او ممكن يوصل بينا لفين؟ احنا حاليا يا فندم في يعني الرسم البياني كيرف طالع على طول ان شاء الله طالع لفوق. أنا شايف إن في المستقبل الرياضة دي هتبقى ليها شأن عظيم، لأنها رياضة بسيطة وفي نفس الوقت محفزة وبتطلع طاقة الشباب اللي نفس أي حد إنه يطلعها، إنه يحس إنه منطلق بيجري، مفيش حاجة منعاه إنه هو ينطلق في الشارع حتى زي ما حضرتك شفت في وسط البلد. تاري الرياضة دي متطلباتها يعني المادية ممكن تبقى أقل بكتير من غيرها، أعتقد إن الموضوع محصور إلى حد كبير في الباتيناج. في الحذاء مش كده؟ الحذاء يعني زي أي رياضة في الدنيا بيبقى فيها نوع من التكلفة. بتبتدي التكلفة ممكن تبقى من 1200 لحد 20,000 جنيه كباتيناج. الباتيناج اللي هو بسعر ال 20,000 جنيه ده باتيناج المحترفين بقى، الباتيناج التعليمي وكده ممكن يبقى في حدود 1200 او حاجه. جميل. في مخاطر معينه ممكن تبقى يعني تقابل اي حد بيمارس هذه الرياضه؟ هو كل الالعاب معرض للاصابه بطبيعه الحال. هو كل الالعاب فيها نسبه مخاطره.
لعبة الاسكيت لو هو قدر ان هو يلبس الحماية اللازمة كخوذة كوع حاول الركب بالظبط الركب كده وقدر ان هو يلعب في الاماكن اللي مش خطرة ويكون يعرف امكانيات نفسه يعني كل واحد بيقدر يعرف امكانيات نفسه انا قادر اتزاني قوي ولا اتزاني لسه مش قد كده فما خطرش ان انا العب رياضة ونط من فوق حواجز الا لما احس ان انا وصلت للمستوى المطلوب يعني احنا في دردشة سابقة مع حضرتك في الفاصل قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم وحضرتك ذكرت لي ان في انواع معينة من هذه الاحذية بيتلعب من خلالها منافسات بعينها مش موجودة عندنا منها في مصر زي الايس سكيتنج مثلا والحاجات دي الايس سكيتنج دي ده اتحاد تاني خالص اتحاد مستقل اتحاد مستقل ما نسويه انما احنا الاتحاد بتاعنا هو السكيت اللي هو بالعجل العجل احنا في نوعين من العجل اما اربع عجلات لا اما عجل صف واحد مظبوط العجل الاربع عجلات ده بيتلعب بيه الهوكي وبتلعب بيه الفريستايل الفريستايل ممكن لو انا كنت بعت حاجات في بطوله العالم فقرات صغيره كده في بطوله العالم كانت في ايطاليا برضو اوكي بناتنا عملوا برضو تمثيل مشرف هناك كانوا اربعه لو اتعرضت دلوقتي الباتيناج اللي هو الخط الواحد ده بتاع السرعه ده بتاع السبيد اوكي بالنسبه تكلفتهم غاليه يا فندم هو والله حضرتك زي ما قلت لك بنوصل مثلا من 1200 اللي هو التدريبي العادي بيتدرب بيه لحد ممكن يوصل ل 20000 جنيه لو خلاص هيمارس بقى ويطلع يسافر بره ويمارس اللعبه بشكل احترافي والاتحاد بيوفر بقى الحاجات دي ولا اصل ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لان في بعض الاحيان هو مش بعض الحقيقه هو في كتير من الاحيان بنلاقي ان في متطلبات رئيسيه طبيعي جدا هي ممكن تكون متوفره للاعبين وللاسف نتيجه ضيق ذات اليد زي ما بيتقال مفيش امكانيات تسمح بكده فانا متخيل ان لو الاحذيه دي تم توفيرها بوفره دي لوحدها ممكن تبقى عنصر جذب لابطال مستقبليين جدد بس ما عندهمش القدره الماديه ان هم يشتروا مثلا حذاء من دول بالقيمه دي والله انا ما اضحكش على حضرتك الامكانيات الاتحاد بتعتمد اعتماد كلي على البطولات فما بيبقاش عندها القدره انها تقدر تغطي حاجه بتقوله لكن احنا في الفتره الاخيره قدرنا نتعامل مع شركتين رعاه قدروا ان هم يوفروا للاوائل العجل المعدات اللي ممكن تستخدمها في الباتيناج يعني العجل الحذاء نفسه بيبقى له عجل بيبقى له هيكل وبيبقى له مفاتيح بيقفل بيها ويفتح فيها فقدرنا ان احنا نعمل الكلام ده كنوع من انواع التحفيز للبطوله ده اللي قدرنا عليه ونتمنى ان شاء الله يجي راعي اقوى ويقدر يوفر باتيناج للاوائل ويبقى زي ما حضرتك قلت يبقى الاول ياخد باتيناج هيحفزه ان هو يوصل ونقدر نوصل للموهوبين مين اسياد العالم في الرياضه دي واحنا فين منهم كولومبيا هي اسياد العالم بالنسبه للعبه السبيد اوكي ايطاليا بقى وفرنسا وكده دي لعبه الهوكي احنا فين منهم احنا رقم 11 على العالم في السبيد احنا رقم 2 في افريقيا لسه احنا ان شاء الله في بطوله العالم السنه دي بنعمل اعداد جامد جدا للهوكي ان احنا نقدر نوصل ونقدم نفسنا خطوه لقدام بالنسبه برضو للسرعه بنحاول نقدم نفسنا ان شاء الله خطوه لقدام فري ستايل يعني نتمنى ان احنا نشارك السنه دي في بطوله العالم ونحقق فيها مستوى لاول مره لان احنا ما شاركناش فيها قبل كده طيب بعيدا عن الاحترافيه هل في اي فرصه ان الرياضه دي تبقى بتمارس بشكل شعبي وتبقى اقرب لتسميتها بنمط حياه هي حاليا يا فندم بتمارس بشكل شعبي يعني النهارده في جميع الكومباوندات الولد او البنت بياخد الباتيناج بتاعه وبيروح يجيب حاجه من سوبر ماركت او كده من جوه الكومباوند بتبقى وسيله مواصلات يعني عارف زي ايه حضرتك مع الفرق طبعا زي مثلا ما في هولندا كده الدرجات الهوائيه العجل يعني ده نمط حياه عند الشعب كله الباتيناج افضل ليه بقى؟ لان الباتيناج ما بشيلش هم ان انا هسيبها فين؟ طبعا. العجله هسيبها في مكان مخصص واربطها باتيناج انا بطبقه وبحطه على الشنطه على كتفي وبطلع طبعا. اعمل مشواري وانزل البسه تاني في الشارع وامشي فهو وسيله افضل من العجل حتى تخف زحمه العربيات اللي خانقه الدنيا انا نفسي بس يتعمل لهم اماكن مخصصه في الطرق
زي ما كان زمان العجل ليه مكان مخصص محدش بيدخل فيه الا العجل. دي العجل جنب الباتيناج هتبقى الامور اسهل بكتير اما يمشي في وسط العربيات، وربنا يستر على اولادنا يا رب. عموما اللهم امين، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق في الخطوات اللي انتوا يعني هتاخدوها الفتره اللي جايه ان شاء الله، وسعيد ومتشرف بوجود حضرتك معانا. انا اكتر يا فندم، شكرا جزيلا يا فندم. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نتكلم باستفاضه عن مشوار النادي الاهلي في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه في ثاني واخر فقرات الحواريه. خليكم معنا. انك تكون ثالث العالم للمره الرابعه ده حدث جلل لحضرات، ده انجاز كبير يستحق الوقوف امامه يعني تامله ومحاوله تحليله املا في تكراره وكمان تخطيه فيما هو قادم ان شاء الله، وان كانت اكيد المهمه هتبقى صعبه جدا بعد كده. عشان كده الاهلاويه يعني ايه هنقول فرحتهم منقوصه الى حد ما، لان فعلا احنا شفنا من رجالتنا في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه ما يرضينا وما رفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا، وكنا حابين اكتر ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي في الماتش النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. وتاني نرجع ونقول الانجاز ده حصل ده مش شويه حضرات باي حال من الاحوال. تعالوا نتكلم عن مشاركتنا في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه وباستفاضه طبعا شفنا من خلال ملحمه كرويه ما يؤدي الى ان احنا عندنا كتير من التفاصيل وكتير من النقاط لازم نقف عندها ونحللها ونحاول نتاملها، وده اللي هنعمله مع ضيفي العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا ومنورنا. صباح الفل، اخبارك انت ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اكيد الحاله المزاجيه والمعنويه حلوه بعد الانجاز اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، وان شاء الله احنا بصدد يعني تكراره في اليومين ثلاثه الجايين. ناس كتير من الاهلاويه على فكره بيقول لك ما معناه ايه، احنا عايزين اللعيبه وهم راجعين في طريقهم للقاهره يعدوا على الامارات ياخدوا كاس السوبر معاهم وهم جايين جنب الميداليه البرونزيه. توقعاتك ايه بقى ان شاء الله؟ توقعاتي لا، هو الاهلي ما صعب ان حد يتوقع ان هو ما يفكرش في بطوله وما ياخدش بطوله. الاهلي دايما معودنا من واحنا صغيرين بنشوف مباريات كره القدم، حتى لما كانت الفرق العالميه بتيجي كان الاهلي ما بيسيبش فريق. اي نعم كان ممكن يبقى في مباريات كده فيها سجال ما بين الاهلي تحديدا، انت عارف الانديه اللي فيها بتبقى شعبيتها كبيره بالانديه العالميه بتيجي بتحاول تعمل معاها يعني مش مجرد مباراه تيجي وخلاص. فالاهلي قدره ان هو يعني قدر، مش قدر هو بس وقدر جماهيره. جماهيره يعني مش عايز اقول لك ان الناس زعلانه ان هم واخدين الميداليه البرونزيه، الناس زعلانه زعلان جدا يعني. انا على مواقع التواصل الاجتماعي ناس زعلانه، ناس كانت متوقعه ان الاهلي خلال هذه البطوله يوصل لسقف ما وصلوش قبل كده، هو سقف يا اما فضه يا اما ذهب، لكن ما حصلش. وخلي بالك وخلي بالك ده جاي امتى الكلام ده؟ جاي بعد نتائج وعروض ما كانتش على ما يرام ما قبل البطوله. فتخيل جمهور شايف فرقته مش في مستواها او فيها كده يعني فيها كبوه بسيطه في الاداء، لكن شوف الثقه توصل فين، توصل ان الفريق جمهوره واثق فيه لما يلعب بطوله بحجم كاس عالم للانديه ان الاهلي ممكن يوصل لايه لمنصات التتويج اللي هي يا اما ذهب يا اما فضه. يعني شوف فرقه مش بتادي بالمستوى المطلوب، لو كانت قريبه جدا لو في المنينز ده الاهلي في حاجات حصلت فيها كان ممكن المباراه توصل. يعني انا مش عارف بصراحه الهدف او ضربه الجزاء اتحسبت. انا كلمت ناس كتير بصراحه اعرف، في ناس بتتكلم تقول اه وناس تقول لا، انها مش ضربه جزاء. الاكثريه بيقولوا انها مش ضربه جزاء. وفي نفس التوقيت خليني اقول لك برضو الاهلي لعب ماتش كويس، لكن الاهلي في هذه المباراه ما قدرش انه يوصل لهدفه الاساسي وهو انه يوصل للمرمى بشكل يعني بشكل فيه ايجابيه شويه. طب وليه ده ما حصلش يا استاذ عبد المنعم؟ ما اعرفش، ممكن يكون ايه اقول لك. انت خليني اقول لك على اولا في ماتش اتحاد جده، انا عمري ما شفت الاهلي بهذه الروعه. شفته قبل كده كتير بس هذه الروعه وهذا الجمال اللي اكبر جمهور مصر كلها بعد المباراه دي، انا ما شفتش اي حد تاني اي جمهور تاني بيتكلم بشكل سيء ولا بيحاول يحفل بشكل سلبي على الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي عمل في هذه المباراه اولا اداء رائع اكد فيها ان هو فعلا سيد القاره. اثنين عمل نتيجة مع فريق بحجم اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه لاعبين عالميين، لاعبين حصلوا على البطولة قبل كده ولاعبين حصلوا على البالندور ومش عارف ايه. يعني انت بتلاعب ايه؟ بتلاعب فريق مدجج بالنجوم وفي نفس التوقيت وراه بقى ايه بقى يعني جمهوره وملعبه وكل كل حاجة معاه.
فانت تكسبه. غير بقى التحفيل اللي كان حاصل قبل كده. هو التحفيل خلي بالكوا يعني عشان ما حدش يقول لك ايه تحفيل مش تحفيل، ده طبيعي في كره القدم عادي شغال مفيش مشكله. ما هو حلاوه كره القدم للامانه زي ما الجمهور المصري دمه خفيف، الجمهور السعودي دمه خفيف، وكان في 1 2 جميل ما بينهم. واللي انتصر في ال 1 2 هو الاهلي طبعا وجمهور الاهلي، وده اللي خلى للمباراه طعم مختلف، خلى سقف الطموحات وهو ما كانش يعني هو الاهلي دايما يعني زي ما قلت لك في البدايه حته سقف الطموحات ده مع كل بطوله ياخدها الاهلي في سقف طموحات. يعني خلي بالك البطوله اللي جايه 32 فريق، اوعى حد يقول لي ان الاهلي هيدخل هذه البطوله من اجل ان هو مشاركه المشرفه، لا هو لازم يحط في دماغه ان هو يدخل للمنافسه بغض النظر بقى اوروبا وامريكا واضح يبقى صعب. بس هقول لك على حاجه، يعني مش مجرد بقى مثلا بنتكلم في ريال مدريد او برشلونه او مانشستر طيب. سيتي، ده احنا هنتكلم طيب. في تقايل العالم مجمعين. حلو انت 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 اسمك ايه؟ النادي الاهلي. ثالث العالم على شخصي. لا انا بتكلم عن النادي الاهلي يعني النادي الاهلي تحديدا لما يدخل بطوله هيدخل مشاركه مشرفه ولا هيحاول؟ شوف انا بقول لك بيحاول ويسعى نعمل نتائج جيده وده أكيد. قدر النادي الاهلي. الاهلي وجهه نظري لو هيدخل مشاركه مشرفه احنا تعبانين من حكايه المشاركه المشرفه على مستوى الانديه المصريه والكره المصريه ما بتعملش حاجه. ليه ما يكونش طموح النادي الاهلي ان هو يوصل لمناطق ابعد من مما هو متوقع؟ ايه الازمه في كده؟ ما هو انت ما في ناس ممكن تقول لك ما هو اذا كان والبطوله اسهل ده ما حصلش، ما بالك لما البطوله صعوبتها هتتضاعف اضعاف مضاعفه. كل بطوله ولها ظروفها، كل بطوله ولها معطياتها. انت ظروفك المره دي مثلا كان ممكن توصل للنهائي بس ما وصلتش لاسباب مثلا متعلقه بيك، متعلقه باللعيبه ما كانوش في مستوى. يعني انت لو الاهلي كان في مستواه زي ما كان في اتحاد جده امام فلومينينزي المباراه كانت اتغيرت تماما. طب برضه في رايك ليه ما كانش في مستواه وهو لسه طالع من نصر عظيم واداء؟ عوامل كتيره منها اولا انت بتلعب مباراه كل يومين، طبعا ده مش حجه كبيره بس في نفس الوقت وده جزء ظالم قوي في البطوله بشكلها القديم طبعا الأمان. لانك انت بتلعب ايه؟ بتلعب مباراه مع اتحاد جده وبعد كده بتلعب مباراه مع فريق كبير مره ثانيه وبعد يومين ومفيش استشفاء بشكل مناسب، مفيش مثلا الامور الفنيه من الجهاز الفني بشكل يعني بشكل تام، التدريبات ما كانتش مثلا بشكل كامل، فكل ده بيأثر عليك طبعا. وكمان في حاجه تانية بطبيعه اللاعب المصري الاغراق في الفرحه، الاغراق في ايه في يعني مش عايز في مبالغه فيها. يعني انت انا كنت شايف ان جمهور الاهلي طبيعه اللعيبه ولا طبيعه الجمهور؟ لا الاثنين بينعكسوا على بعض. لانك المفروض ان اللعيبه منعزلين عن لا بس المعترك الانترنت هو دلوقتي حد بينعزل عن حد، ده الواحد بيبقى قاعد في بيته والناس عارفه بتعمل ايه والناس اعرف انت عارف في الصاله ولا المهم فده طبيعي يعني مش مشكله كده كده بيوصل كل حاجه بتوصل. فده الاغراق في الفرحه والمبالغه فيها ممكن والمستوى اللي ظهرت بيه خلت كل الناس عندها طموح ان الاهلي هيكسب الفريق اللي جاي بغض النظر بقى الفريق اللي جاي ده فريق منظم، فريق عشوائي، فريق كويس، فريق وحش، انت هتوصل. لكن اللي حصل في المباراه نفسها ان الاهلي هو ادى الفرصه للفريق البرازيلي انه يكسبه، لان هو في النهايه ما قدرش يستغل فرص كتيره جدا طبعا للنادي الاهلي طبعا. وطبعا انا فكرت في حاجه كده يعني سبحان الله هي من الاقدار، ان واحد زي رضا سليم راجل بتاع مساحات لو كان بيلعب في هذه المباراه كان فارق كتير جدا مع النادي الاهلي يعني طبعا. ده يعني كان سبحان الله هي اقدار أكيد. وخلي بالك الاهلي قدر ان هو يستثمر كل الفرص المباراه الاوليه في المباراه الثانيه ما قدرش رجعت ريما لعادتها القديمه في المباراه في الماتش الثاني لكن الماتش الثالث الامور اختلفت تماما والاهلي قدر انه يسجل 4 اهداف ويدخل مرمى هدفين. ده ياكد لك ايه بقى؟ ياكد لك ان الاهلي في اول مباراه دخل ان هو عايز يكسر الكلام اللي بيتقال عنه ان هو مش في مستواه وانه دخل هذه البطوله من اجل ان هو مشاركه وخلاص. وحتى الجمهور انا ازعم ان الجمهور اي نعم الاهلي يعني دايما بيفكر في البطوله بس الجمهور ما كانش مطمن لما شاف المستوى في هذه المباراه اطمئن اكبر اطمئنان وقال هناخد البطوله. مش مجرد اطمئنان مش هناخد البطوله ده سقف الطموح ذات نفسه اللي هيوصل مش مشكله نقابل مانشستر سيتي وممكن نكسبه ومش عارف في ظل عدم وجود هالاند كان هيبقى بالظبط. لكن جه الاهلي اصطدم في الماتش الثاني زي ما قلت لك بالاخطاء اللي حصلت فيها لكن لا
خلي بالك كمان المباراه نفسها، المباراه اللي هي المباراه اللي حصلت قدام اوراوا الياباني، اكدت لك ان الاهلي استوعب درس مباراه فلومينينسي. الاهلي تعادل بعد ما كان متقدم بهدفين، لكن جه الرد السريع بعدها بدقائق على طول الهدف الثالث، لانه لو استسلم للمعطيات المباراه كان ممكن تهرب منه زي ماتش بتاع فلومينينسي بالظبط. وده ياكد لك ان لعيبه الاهلي استوعبت الدرس تماما. لو كان الاهلي قدر انه يخلص مباراه فلومينينسي البرازيلي بالشكل اللي قدر يعمله ورا الياباني، كانت الاهلي وصل المباراه النهائيه بشكل رائع. وكان اقول لك على حاجه، انا والله شفت يعني الفريق البرازيلي قدام مانشستر سيتي ما شفتلوش كرامات بصراحه، يعني كنت شايف مباراه عاديه جدا. لكن لو الاهلي كان في المباراه النهائيه دي قدام مانشستر سيتي، لا كنت شفت حاجه مختلفه خالص. صحيح. كان الاهلي عمل مباراه يعني خلي بالك انت لما لا وهيلعب بقى وهو عارف وحاسس انه بيلعب في الفاينل ده وضع تاني. لا ده كمان في حاجه تانية طبعا. مدربهم جوارديولا المدرب العظيم الرائع اللي هو يعني صانع ثوره كره القدم الحديثه في العالم، لما يقول لك ان الاهلي كبير، الاهلي رائع، الاهلي كويس، فاكيد هيعمل حساب النادي الاهلي طبعا. والاهلي لما يعرف ان المدير الفني العظيم ده شايفه كده اكيد هيحاول ويسعى انه يقدم افضل مردود ليه في طبعا. هذه المباراه لا وده كان هيكون ماتش للتاريخ بقى كده كده يعني. انت بقى فاللي حصل يعني. الاهلي لعب على البرونزيه، لان دي البرونزيه الاخيره في البطوله نفسها يعني خلاص مفيش برونزيه تاني. انت بعد كده حتى في البطوله 32 هيلعب اول وتاني ومفيش برونزيه، فانت بتصنع تاريخ جديد بالنسبه لك. اللي يقول لك التاريخ ما الاهلي اتغلب، طب ما الاهلي اتغلب اكتر فريق اتغلب طبعا من كثره المشاركات. يعني اللي بيتكلم في جزئيه ناسي جزئيه تاني، طب ما هو دي كثره مشاركات، هو اكثر فريق فاز بعد ريال مدريد. ما انت لما تبص تقرا الارقام، انا على فكره احنا عملنا ده في حلقه النهارده، قعدت في النت انا مع اقرا الارقام انت، ما فيش لاعب في النادي الاهلي الا وعمل رقم، ما فيش لاعب يعني، حتى الجمهور عمل رقم، يعني الجمهور نفسه في المدرجات عمل ارقام في مباراه الاتحاد جده على ما اعتقد او فلومينينزي مش فاكر والله، في الجمهور خد 56 احصائيه مات على 56,000 في المدرجات، وده رقم ما حصلش في تاريخ البطوله نفسها، ده يعني رقم كبير. جمهور النادي الاهلي ده عايز له حلقه لوحده نقعد نتكلم عنه، حلقه واحده بس؟ لا ده انت كده تظلمه، ده محتاج يعني لو اختصرنا محتاج حلقات كتيره جدا، لان النادي الاهلي الجمهور بتاعه ده بصراحه يعني انا بقول ودايما بتكلم ان جمهور الاهلي بغض النظر عن الاغاني اللي بتتقال، واغاني كلها عظيمه ورائعه وبتكلم فعلا بلسان جمهور النادي فعلا، لكن النادي اللي معاه جمهور وزعلان منه انه وصل للبرونزيه وخد البرونزيه وزعلان انه ما خدش الفضيه، لا ده جمهور ده محتاج كتب بصراحه، محتاج كتب بامانه شديده. الثلاثة اللي فاتوا كانوا واخدين لقطات من فيلم طبعا، فبقول لك النادي الاهلي هو بيصالح جمهوره فبيحط الميداليه هو مكسوف كده وزعلان بجد طبعا. لا جمهور فظيع. وبعدين خلي بالك جزء كبير من الناس بعد الماتش الاخراني سابوا بقى الميداليه البرونزيه، وقفوا عند ايه؟ نظرات حكمة لقاء الاهلي وفكره ان الشناوي بيضيع وقت راح يخلفه، ما مش كده يا شنو هتحصرني بقى ربي ربيعه الانذار. الناس بص في كوميديا صارخه حاصله على الانترنت. لا مش بص الحكمه دي يعني هتحصرنا واحنا قاعدين ليه يا استاذ كريم بس. وطبعا ناهيك بقى ان عملوا مقررات بينها وبين حكامنا. لا انا هخشلك من زاويه ثانيه، حكمه بالشخصيه دي وبالقياديه دي وتعدي مباراه كبيره زي كده، مباراه عالميه الناس كلها بتتفرج بشكل بهذا الشكل، تأكد لك حاجة مهمة جدا، ان الحكام عبارة الحكام هم شخصية قبل ما يكونوا عندهم الامور الفنية. بمعنى ايه اللي ظهر من الحكمة دي في المباراة نفسها وقادة المباراة البرلمان؟ انها عندها شخصية، عندها كاريزما، عندها قدرة رغم انها ست طبعا محترم الكامل طبعا طبعا، قدرت انها تمر بالمباراة مفيش غلطة في المباراة، مفيش خطأ، حتى بالتردد ده معناه ايه؟ معناه ان الحكم نفسه شخصية طبعا. الحكم نفسه يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده ثبات وعنده قدره انه يقود مباراه، اي مباراه. احنا عندنا هنا في حكام مع الاحترام الكامل ليهم عندهم الفنيات عاليه جدا، لكن محتاج بقى حته الشخصيه وافرض شخصيتي وافرض اسلوبي. الحكم الشخصيه هو الحكم اللي دايما بيفرض هيبته ويفرض قراراته على اللعيبه في المباراه بتعدي لبره الامان. انا قبل كده شفت حكم ما في ماتش ما لاعب ما زغر له غير كان بصدد اصدار والله العظيم زغر له فكان ايده رايحه على الجيب عشان يطلع كارت، الموضوع وكانه مفيش حاجه حصل. لا مباراه يعني كده في الدنيا طبعا يعني ده درس. احنا دايما بنتفرج، مشكلتنا في مصر احنا بنتفرج عشان نتفرج بس، ماتش يعدي شكرا نقلب مع السلامه.
اللعيبه كلها بتتفرج على ماتشات كاس عالم الانديه دي، درس للاهلي، درس للزمالك، درس للاسماعيلي، درس للمدربين، درس للجمهور، درس دروس في كل حاجه. صحيح. احنا ما رحناش بعيد، ده بيننا وبين السعوديه ساعتين، لكن في دروس مستفاده حصلت. اهم حاجه ان يكون عندك الطموح، طموح انك انت توصل لمنصات التتويج. يعني تخيل حضرتك الاهلي لو فكر ان مشاركه شرفيه، مشاركه شرفيه يعني ايه مشاركه شرفيه؟ انا اشارك وخلاص واخد فلوس وامشي. لا، مش هتاخد فلوس. اولا مشاركتك مش هتاخد فلوس، هتاخد 500,000 دولار زي اللي خدها ومشي في اول مباراه وخسر اوكلاند سيتي ومع السلامه شكرا. لكن انت عندك طموح انك توصل لمنصه التتويج. منصه التتويج يعني تاريخ، يعني فلوس. طب. يعني شهره، يعني تسويق، يعني رعايه. بيقول لك الاهلي ايه؟ هو الاهلي اللي بياخد اكتر نسبه رعايه. اه، عشان بيتكلم عنه جوارديولا بيقول لك فريق عالمي. ده ابسط رد. عشان فلومينينز يقول لك ده مارسيلو. مارسيلو بعد ما اتكلم في الاول بكلام لعب قدامه وشاف الفرق. هو مارسيلو عمل ايه في المباراه التمثيليه بتاعت الميه بتاعت التمثيليه بتاعت الوقوع وخد ضربه جزاء. الجزاء اللي هي فيها كلام، يعني فيها كلام كتير بالظبط. ما هو ده تمثيليه من مارسيلو. خبره بقى، قدر ان هو يضحك على بيرسيتا وياخد ضربه جزاء، وده ياكد طبعا الخبره مطلوبه في المباريات. اكيد. انا بس عايز استاذنك نقف في كلامنا عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضل. كل حضراتكم من جديد، تعالوا بقى نكمل دردشتنا الحلوه دي مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. وعايز اقف عند أكتر مباراة بجد استمتعت بمتابعتها في النسخة الأخيرة من المونديال، بغض النظر إذا كان الأهلي طرف فيها ولا لأ، كان أنهي ماتش؟ حاسسك هتقول الأهلي واتحاد جدة. حاسسني؟ يعني للأمانة ناس كتير هتجاوب بالإجابة. إحساسك صحيح. ماتش كان فعلا جد. عالمي حقيقي. أنا ما شفتش الأهلي بالحلاوة دي زي ما شفته المرة دي. وفكرني مباراة الأهلي كانت مع الترجي، اللي كانت في الترجي وكسب الأهلي دوري أبطال أفريقيا من هناك، كانت 2012 بتاع الهدف بتاع وليد سليمان. دي المباراتين عمري ما انساهم. الله يمسيه بالخير. المباراه دي اللي احنا اتفرجنا عليها اللي هي اتحاد جده، اتفرجنا عليها بقلب خايف، خايفين. الاهلي مش في مستواه، واتحاد جده والتحفيل واللي اتقال الكلام تقريبا اللي ورا المقارنات. البطوله حضرتك بتتكلم عليها دي الصوره بتاعت التتويج بتاعها. لا ده لا ده التتويج الاخير. اوكي. شوف يعني نعلق على الصوره بصراحه، يعني شموخ، حاجه جامده جدا، حاجه جميله جدا. هيقول لك ايه؟ يقول لك البطوله اصلا بطوله شرفيه. اه فعلا بطوله شرفيه، الفيفا حاطط رصيد لها 17 مليون، تخيل مليون دولار بطوله شرفيه. طيب البطوله دي اصلا يعني احتفى بها مانشستر سيتي اللي ساب الدنيا كلها وجاي يلعب في البطوله الشرفيه وخد المبلغ 5 مليون دولار واحتفى بيها وحطها ضمن الخماسيه. طبعا. وكل الناس الصحف الانجليزيه اتكلمت عنها عشان بطوله شرفيه، بطوله ما تستحقش. الاهلي بسم الله ما شاء الله واخد 2 مليون دولار عشان بطوله شرفيه. ايوه. الاهلي برضو يعني قابل فطاح العالم كله بطوله شرفيه. طب يا سيدي يا رب كل البطولات تبقى شرفيه والاهلي يكسب فيها ميداليه عالميه بينظمها الفيفا ويكسب فيها فلوس عشان خاطر ايه؟ يزود مداخيله. يا رب كل شهر يبقى فيه بطوله شرفيه الاهلي يشارك فيها. واحنا ليه عندنا الافه دي ومن قديم الازل؟ يعني فكره ان يبقى عندك نادي بيمثل مصر في بطولة دولية ما، مش الطبيعي ان اهل مصر بكافة انتماءاته حصل يشجعوا الفريق ده؟ حصل ده في المباراة الأولانية بس في اتحاد جدة. اتحاد جدة. وسبحان الله قلت بقى لا خلاص البطولة دي هتبقى ايه؟ فارقة في مشوار ايه الجماهير مع بعضها. انا أول مرة أشوف جمهور الإسماعيلي بيشجع الأهلي في مباراة، جمهور الزمالك، كل الجمهور كانت واقفة مع الأهلي. قلت بقى الامور هتستمر، الاهلي هو الاهلي اللي بيلعب اكيد ما اتغيرش، يعني ما بقاش نفس البطوله نفس اللعيبه ونفس المدير الفني. طب. ايه اللي حصل؟ المساله تحولت تماما. لقيت فرحه كبيره جدا ان الاهلي خسر من قدام فلومينينزي ونفس الحكايه، والاهلي مش عارف ايه، والبطوله شرفيه زي ما قلت لك، والاهلي مش عارف بطوله شرفيه ايه يا جماعه؟ هو الفيفا بينزل بطولات شرفيه؟ ما اعرفش بصراحه. يعني زي ما قلت لك وبيدفع 17، انا حسبت ده غير بقى التنظيم، ده تخش لها مبلغ كبير جدا، 20 مليون دولار على الاقل في بطوله شرفيه. طبعا. كلام بيتقال مع الاسف الشديد. انت لما تيجي تتكلم عن حد وصل لهذه المكانه فبالتاكيد بتحاول تطلع اي حاجه وتبقى ساذجه، ومع الاسف الشديد يعني انت عن جواك بتبقى بتقول الكلام ده وعارف انه مش حقيقي بالمره، مع الاسف الشديد. ما هو ثقافه اللي ما تعرفش تحصره فتكسره بالظبط، دي لازم تتغير. بقى احنا عندنا لا بص هي متعه هي بصراحه متعه، والسوشيال ميديا ممتع وكل حاجه والتحفيل شغال وزي الفل وتمام التمام. بس اهم حاجه بقى في حاجه ان الاهلي يبقى ماضي قدما في طريقه ويشق بقى طريقه لوحده بقى ايه، ملوش علاقه بحد ولا ليه دعوه. اهم حاجه اللعيبه تبعد، واهم حاجه الاداره طبعا بعيد عن السوشيال ميديا. وفي نفس التوقيت لاني خلي بالك الاهلي اهو صاب بطوله
وبعد يومين في بطوله ثانيه بيفكر فيها، فبالتاكيد زياده برضه مداخيل، زياده بطولات بالنسبه له. فده هو قدر النادي الاهلي ان هو بيلعب على البطولات دايما. وخلي بال حضرتك الناس الثانيه او الفرق الثانيه لو تفكر في نفسها شويه، فكر انها توصل وتقارع النادي الاهلي وتعمل لده وتنفذ ده وتخطط لده، مش هيتكلموا، لا هم يفعلوا، بس مع الاسف الشديد مجهود الكلام في الفعل، في الفعل، لكن ده ما بيحصلش مع الاسف الشديد. ده حتى اللي بيتكلم كلمه حق على النادي الاهلي يقول لك انت بتجامل النادي الاهلي. طب هو اي حد، لو جبت اي حد، جبت واحد اجنبي مثلا ما يعرفش في الكوره خالص وقول له هذا الفريق، في فريق مصري عمل واخد 43 دوري، 43 دوري ما بعرفش عدهم بصراحه، و11 بطوله مش عارف ايه. الاجنبي ده كان متمثل في جوارديولا بجلاله قدره، وهو قال هو فعلا قال هو بيجامل الاهلي، مش هيجامل النادي الاهلي، ومش ده شافه كمان، اتفرج عليه. أيوه. وشاف النادي الاهلي بيلعب عامل ازاي، الاهلي مختلف تماما. احنا عندنا حتى بص، حتى جمهور الاهلي نفسه بيغالف تشجيعه، يعني كولر قبل البطوله يمشي بيقولوا كده. طب يمشي ليه يا جدعان؟ ده جاب لكم خمس بطولات قبل البطوله، يعني خمس بطولات موسم واحد طبعا. وراجل يعني اهوت الدنيا تمام، الاهلي معاه مختلف، الاهلي شكل تاني وستايل تاني خالص. اي نعم في مباريات لم يؤدي فيها بالشكل المطلوب لظروف ما، لمشاركات متعدده طبعا، لظروف اجهاد، لظروف كتير جدا. لكن لما بيجي عند الجد، أديك شفت في اتحاد جدة ماتش مختلف، وفي ماتش فلومينينسي كان ماتش كويس جدا برضه، بس ما وصلش لاتحاد جدة، والماتش الثالث كان ماتش رائع. فهذا الرجل أنا بصراحة أنا شايفه كنز، أنا على المستوى الشخصي شايفه كنز. اللي يقول المدير الفني مش جيد يبقى أنت، طب أنت إيه جيد؟ إيه مقاييس الجودة عندك إيه؟ أنت رؤيتك ليه وكونك شايفه ككنز، فده نتيجة تراكم رؤى ليه ومتابعة ليه. لكن في ناس بتحكم على اللي قدامها بالقطعة بالمباراة، وده بص المنطقة العربية كلها بتحكم على المديرين الفنيين بمباراة واحدة. شفت كلوب بقاله كام سنة؟ ده كلوب ده فيه لعيبة يمكن في الناشئين مثلا هتلاقيها هو مطلعها وهو كان صغيرين. ليه بيدوا هناك نفسهم فرصة؟ لأن المدير الفني مش هتظهر كراماته بالشكل المناسب إلا لما يكون في استمرارية، في واقع بيفرضه عليه إنه يبقى مستمر ويبقى شايف ده وشايف ده وشايف ده وشايف ده، وده اللي عامله كولر في النادي الأهلي. أنا شايف كولر البطولة دي أكدت إن كلام الناس عنه مش مظبوط، وإن الكبوات ده ما عادي بتحصل كبوات. ما هو مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي مش في مستواه. أيوه. ومركز رابع ومركز خامس على ما أعتقد. هل معنى ذلك إن الإدارة بتاعته تقول شكرا مع السلامة إحنا طب واللي عمله قبل كده ملوش علاقة؟ هو اللي عمل بطولات قبل كده دي مين؟ مش هو كولر؟ اللي خمس البطولات اللي جابها هو كولر لحد تاني؟ هو كولر نفسه. أيوه. يعني شيء طبيعي ان انا ممكن امرض، ممكن اعيا، ممكن اتعب، ممكن ما هو بني ادم ما بيمشيش في سيمترية واحده، الكون مش ثابت، في كل حاجه متغيره فيه. فبالتالي احنا بنحكم على المديرين الفنيين، نحكم على لعيبتنا. طب ما هو حسين الشحات، حسين الشحات مثلا من سنتين الاهلي لازم يستغنى عنه، مش الكلام كان بيتقال؟ حسين الشحات جاب لك احد اسباب ان الاهلي جاب بطوله افريقيا كان حسين الشحات. وحسين الشحات الحقيقه بيتحول دايما في كاس العالم للانديه، بس ايا كان وضعه، بس الماتش الاخير ما كانش في المستوى هو وكهرباء. لكن خليني اقول لك بيرستاو اول ما جه اصابات ومع السلامه وشكرا وجاي مجامله من موسيماني. بيرستاو انت شفت النسخه المختلفه تماما، وخد احسن لاعب في افريقيا وداخل افريقيا، لانه بيرستاو اكد لك انه فعلا الاحكام المسبقه والاحكام اللي هي بتبقى مبنيه على فروض ذهنيه في دماغك لا مش مظبوطه. مين ما كانش موفق في النسخه الاخيره دي من لعيبه النادي الاهلي؟ مودست. مش هقول لك مقصر. لا 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 طبعا، ده بطبيعه الحال، ده بطبيعه، ده في كميه عكوسات مش طبيعيه. ايه العكوسات دي؟ والله بص لو قلت لك ان هو يعني لو صبر عليه شويه، بس اتصبر على ايه؟ بس هقول لك على حاجه، تخيل ان مودست ده هو النجم الوحيد، النجم العالمي هو كل لعيبه الاهلي كويسين، بس النجم العالمي الناس كلها عارفاه في العالم كله مين؟ مودست. وسبحان الله هو الوحيد اللي ما كانش ليه مساهمه فاعله في البطوله. بس في حاجه حلوه بتتقال عن مودست والله، يقول لك اللي بيعدي دلوقتي من جنب النادي الاهلي بياخد ميداليه، وده اللي حصل مع مودست. مودست يا دوب شارك. وده معناه ايه؟ معناه ان الاهلي منظومه حلوه، منظومه كويسه جدا، منظومه رائعه، شئنا ام ابينا. اي حد بيدخل فيها بيندرج تحت اللواء البطولات طبعاً. بس هي مش جايه مع مودست، ممكن تيجي وممكن لا، بس هو السن بتاعه هي المشكله بالنسبه له. لكن في النهايه خلينا نقول ان التجربه لو استمرت لنهايتها ممكن تحمل بذور نجاح او تحمل بوادر نجاح، يعني ممكن ينجح، لكن البوادر انا اسف بوادر ما كانتش على المستوى المطلوب. لعيبه الاهلي كلهم، سؤالك لعيبه الاهلي كلهم ما فيش حد فيهم ما عجبنيش، حتى الاحتياطيين، حتى حمزه علاء، شوف انا بقول حتى مصطفى شوبير. ليه بقى؟
بتشوف اللعيب بيجيب جون بيحصل ايه؟ طبعا. كل اللعيبه بتجري عليه طبعا. حمزه علاء بيحتفل بال 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 بالبرونزيه وكانه شارك فيها. مصطفى شوبير نفس الحكايه. مفيش لاعب جوه القائمه اللي راحت الا وكان له دور. دور ايه؟ دور مسانده، دور مؤازره. ومن هنا ياتي ايه؟ ياتي ال 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 اللي حاصل في النادي الاهلي ده من الصعب تلاقيه في حته تانية. يعني لما يكون رئيس نادي بحجم الخطيب، يعني لما يشوف بقى الناس واقفه هتسلم الميداليات، انفانتينو واقف، مش عارف مين واقف، ناس من حقه بقى، ده الخطيب. بس الخطيب شبعان شهره، مش هتفرق معاه بقى. مش المره الاولى ده دايما بيحصل. ما هقدم مين؟ ما هو قدم حسام غالي في نهائي دوري الابطال. ده اكد لك ايه؟ اكد لك ان في منظومه ماشيه، منظومه ليها رئيس واعضاء مجلس اداره ولاعبين وجهاز فني، في كل واحد عارف دوره كويس. لا، وفي اطار عام من الرقي. احنا بص، احنا لسنا في معرض ان احنا نجامل، لا، ده حقيقي. ده مش مجامله، ده اقرار واقع. بس ده اللي حصل. اي حد محايد هيشوف، يعني اي حد يشوف ان رئيس نادي كان بامكانه ينزل مثلا ويسلم الجواز مع 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 الناس الموجوده، لكن هو لا، البروتوكول بيقول ان هو رئيس البعثه هو اللي يسلم، انا مرافق، انا موجود معاكم مساند ومؤازر. ده بقى يؤكد قيمه ان في ناس، ان الناس اللي في الاهلي بيعملوا لمصلحه النادي، ومش حكايه، مش حكايه بطولات بس، حكايه انك انت بتدي صوره للعالم كله ان النادي ده بيعمل بمنظومه رائعه، وده اللي بيخلي البطولات تحصل في النادي الاهلي. انا نفسي منافسين، ونفسي النادي الاهلي يبني على هذا الاساس. اوعى تقول لي ان الاهلي لما هيلعب في 32 هيلعب بقى للمشاركه المشرفه، ولا يقول لك هيخرج من الدور الاولاني. عمر ما كان عنده التوجه ده. نعم، عمر ما كان النادي الاهلي عنده التوجه ده. طبعا لا، هو انت بيشارك في بطوله عشان يحصل على لقبها، ده كاس عالم، بس كاس عالم بحجمه الطبيعي. أيوه. 32 طبعا كل اربع سنين كمان، كل اربع سنين هو لسه على الاقل، يعني ما اعرفش لسه ما قرروش اثنين ولا اربعه، يعني على ما قريت يعني ممكن يبقى اربعه، بس ممكن يبقى اثنين، لسه ما تمش اتخاذ قرار في هذا الموضوع. لكن زي ما قلت لك كده في الفاصل، ان المغرب ادى طموح للانديه. حضرتك قلت لي ان المغرب اثبتت ان مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مستحيله خالص. طبعا. بشرط، وده حقيقه الحقيقة. بشرط تمتلك الاداره الواعيه، تمتلك الجهاز الفني القادر والواثق في نفسه، تمتلك لاعبين على قدر هذا الحدث. ايه الفارق ما بين مانشستر يونايتد واي نادي تاني؟ مانشستر سيتي، اسف، واي نادي تاني؟ ايه الفارق؟ مش دول لعيبه ودول لعيبه؟ ودول مجلس اداره ودول مجلس اداره؟ ودول اي نعم عندهم فلوس كتيره وعندهم كل حاجه، لكن عندهم منظومه متكامله، عندهم عناصر بتنجح، عندهم محاوله دايما للبناء وليس الهدم، عندهم محاولات دائما من اجل يعني اقرار نظام، وعندهم منظومه متكامله. فبالتالي احنا لو توفرت في مصر المنظومه المتكامله، تحكيم، منظومه متكامله، لاعبين دايما بيزودوا قدراتهم الفنيه والبدنيه، مش لعيب مهمل، فكل ده هيدوب الفوارق. لكن احنا مش عايزين نوصل لده، شئنا ام ابينا لازم طالما هنوصل للمنصات العالميه لازم يكون عندنا التوجه ده، لازم يكون عندنا الرغبه في ان احنا نكون من الفاعلين في كره القدم، مش مجرد مشاركه. طب. ده في ايدينا، مش في ايدينا، في ايدينا. وانا ازعم ان مشاركه النادي الاهلي اللي جايه في البطوله اللي هي 32 هتخلي شكلنا شكل كويس، هتخلينا يعني لينا دور كويس في هذه البطوله. اهم حاجه زي ما قلت لك ان الاهلي ما يحطش في دماغه ان هو ده 32 ومش وما اظنش الاهلي يفكر في كده. انت بتشارك من اجل انك تعمل حاجه. هي اللي قلقانه من كده. نعم، بتبقى الجماهير بس هي اللي قلقانه من كده. ده قلق يعني صحي. فكره قلق صحي. ده اللي مزعل ناس كتير، فكره ان كانت قريبه قوي المره دي، لان بعد كده هتبقى الامور نسبيا صعبه يعني بالمقارنه بالنسخ اللي فاتت. ده كده كده هيحصل بغض النظر عن الدافع اللي اللعيبه هيبقوا رايحين بيه، كده كده عينهم اكيد على اللقب. انا سمعت احد لاعبي النادي الاهلي وكلهم اكتر من لاعب قال لك، هو بيتكلموه عن البطوله دي هتختلف عن البطولات اللي جايه، قال لك احنا بنشارك في البطولات كلها بهدف واحد، ان احنا نكون موجودين ولينا اسمنا ولينا سمعتنا اللي بنحاول ندافع عن عنها. طبعا. فبالتالي لما يكون عندك لعيبه بيتكلم بالشكل ده من دلوقتي في بطوله هتتقام بعد حوالي سنتين او سنه وشويه، ده ياكد لك ان لعيبه الاهلي عندهم
الدافعية والرغبة في ان هم يثبتوا ذاتهم حتى لو في اي بطولة. هو منتخب مصر مثلا لما بيلعب في كاس عالم المفروض يكون طموحك ايه بعد اللي عملته المغرب ده؟ ايه المفروض؟ ان انا ابقى يعني ده لا اقل عن المركز الرابع بل ازيد. ليه؟ لان صحيح. انت بتصنع تاريخ، انت بتصنع تاريخ لنفسك، فبالتالي انت لازم تكون على قدر هذا التاريخ، لازم تكون منظم، لازم تكون عندك القدرة وعندك الرغبة وعندك الامكانيات. لو الحاجات دي متوفرة مع إدارة كويسة جدا ثق تماما انك هتوصل للمكان اللي انت عايزه. حتى لو صعب اوصل مرة لدور الثمانية، اوصل مرة لأماكن أعلى، لكن في النهاية ما تخليش سقف طموحاتك انك تشارك وتاخد فلوس وتخرج مع السلامة. لا، ده بالعكس، انا إدارتي منظمة، عند لعيبة كويسين، عند مدير فني كويس، فبالتالي أدواتي كويسة جدا، طموحاتي عالية، فبالتالي انا طالما عندي الحاجات دي متوفرة ليه ما افكرش في ابعد من كده. حتى دايما كان بيتقال لنا زمان لو فكرت في التعادل هتخسر. أيوة. لو فكر في الفوز، مش اي فوز كمان، لا فكر في فوز بثلاثة وباربعة، عشان لو جبت ثلاثة بقى كويس، لو جبت اثنين بقى كويس، ما تكسبش بمجرد هدف. فانت لازم ترفع سقف طموحاتك، حتى في حياتنا لازم ترفع سقف طموحاتك، عشان لو تحقق الاقل يبقى تحقق اقل من طموحاتك هيبقى قريب. ما ينفعش تقول لك لا انا هدفي في الحياه اهو ابقى عايش وخلاص. لا، ما تبقاش عايش وخلاص، لا، انت طالما في الحياه عايش فليك لازم تكون لك رساله وهدف. وطالما الاهلي بيلعب بطوله عالم الانديه بالشكل ده لازم يكون لي هدف، لازم يتحط له هدف من دلوقتي، يتعمل الهدف ده من اجل ان تكون مشاركه فاعله ويكون له دور كبير جدا. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، المشكله كلها بقى اسم الاهلي مقرون بنتائجه في هذه المباراه. ينفع الاهلي يشارك في بطوله بالحجم ده وهيكون ممثل للقاره الافريقيه مع ممثلين تانيين او ممثل لمصر حتى وبطل افريقيا 11 بطوله والاسم الاشهر في افريقيا تكون مشاركته وحشه؟ هل جمهور الاهلي يرضاها للاهلي؟ هل لعيبه الاهلي يرضوا؟ هل الجهاز الفني يرضى؟ لا، ما يرضاش. لازم تكون المشاركه اساسيه وفاعله ان شاء الله. احنا في الفتره الاخيره بقى يتقال علينا مش مجرد ابطال افريقيا، بيني وبينك ابطال افريقيا واسيا كمان بعد اللي شفناه. لا، ده احنا خلاص الاهلي بقى خلاص ريال مدريد افريقيا، زي ما قالها رجال فلومينينس وزي ما قالها جوارديولا. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، نورتنا، وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يوم جديد وبدايه حلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم، اتفضل.